مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم واولى حلقات كلام تاني. كلام تاني عن الامل، عن المستقبل، عن احلامنا، عن طموحاتنا. ليه كلام تاني؟ كلام تاني لاننا بقالنا سنين طويله بنتكلم عن همومنا وعن مشاكلنا وعن الصعوبات اللي بتواجهنا، ومبنتكلمش الكلام التاني عن الامل، عن الفرص، عن الامكانيات. هو ده الكلام التاني اللي يمكن نكون بجد. قبل عام من الآن كنا قد بدأنا معكم بأولى حلقات كلام تاني، وده كان ميثاق الشرف اللي بيننا وبين حضرتك. ده كانت فكرتنا في كلام تاني، كنا بنقول لحضراتكم إزاي هنشتغل برنامجنا. نحن اليوم نحتفل بمرور عام على هذا البرنامج، بس خلوني كمان أقول لكم على مناسبة خاصة نحتفل بها أيضا في قناة دريم، وهي عودة الزميل العزيز الدكتور محمد خضر مديرا عاما لقناة دريم، عودته إلى موطنه، إلى وطنه الأصلي والأول دريم. الحقيقة ما ينفعش نرحب بيه في بيته، لأن هو اللي كان بيرحب بيا أنا وكل زملائي الأعزاء اللي اشتغلنا في قناة دريم على مدى السنوات الماضية. عاد إلينا، نتمنى إن شاء الله إن الفترة القادمة يكون لي حظ كبير جدا من التوفيق، ونتمنى إن أنا وزملائي جميعا نكون خير عون لي في هذه المهمة الصعبة. حضراتكم عارفين إن مناخ الإعلام بيواجه تحديات كبيرة. مرحبا مرة أخرى بالدكتور محمد خضر. خلينا أقول لحضراتكم، لما جت فكرة كلام تاني زي ما كنت بقول في المقدمة وزي ما تعهدت مع حضراتكم إن إحنا هندور على كلام تاني، الحقيقة حاولنا كتير. ربما نكون قد نجحنا في بعض الأحيان، ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فإنه منا. ومنا هنا لا أتحدث عن نفسي فقط، ولكن أتحدث عن فريق مخلص من الشباب المعدين والمراسلين والمصورين والمونترين وكل الزملاء الأعزاء ومن المخرجين اللي بيشتغلوا في هذا البرنامج، واللي الحقيقة كانت السمة الرئيسية اللي بتجمعنا جميعا هي رغبة صادقة في النجاح، اجتهاد بنحاول في نصل إلى الرسالة اللي مفروض حضراتكم تستحقوها مننا كإعلاميين. لكن حقيقة الشكر واجب، وربما الواحد كان يجد حرج احيانا انه يشكر في حد بيشتغل معاه او حد هو رئيسه، لان دي بتحمل نوع من يعني الحساسيه الشديده. لكن الحقيقه انا النهارده باسمي وباسم زملائي لن اخجل من ان انا اقدم كل الشكر والعرفان بالجميل للسيد الفاضل الدكتور احمد بهجت مالك قنوات دريم، لتبنيه هذه المجموعه من الشباب، شباب كلام تاني او فريق عمل كلام تاني. الحقيقة ما كانش يعرفنا لا أنا ولا زملائي، ولكنه كان بيتابعنا من خلال الشاشة وحس أن هناك مجموعة من الشباب عندها إيمان بما تفعل، عندها اجتهاد صادق في عملها، فتبنانا ووقف جنبنا وقدم لنا كل الدعم، وتحمل أيضا بسببنا الكثير من المتاعب، فالشكر كان واجبا له. الشكر أيضا للسيدة الفاضلة إيمان الغرباوي مساعد رئيس مجلس الإدارة، يعني مجلس إدارة قنوات دريم كلها، الدكتور أحمد بهجت. الحقيقة هذه السيدة الفاضلة كانت أيضا خير عون لنا في كثير من الصعوبات، كانت تسهل لنا الكثير من الأمور لنظهر على حضراتكم بالشكل اللي احنا بنحاول نجتهد فيه عشان نقرب من حضراتكم. عندنا ناس كتير قوي مفروض نشكرها، بس الشكر الأول بقى والأخير لحضراتكم كمشاهدين، وهذا ليس نفاقا ولا رياء، ولكن حضراتكم كنتوا دليلنا. لما بدأ هذا البرنامج وبعد أقل من 3 شهور لقينا إن البرنامج بيظهر كأحد البرامج اللي بتتقدم مجموعة البرامج اللي موجودة وفي مراكز متقدمة، رغم إن البرنامج 2 فقط. ساعتها حسيت إن حضراتكم بتقدمولي أنا وزملائي دعم كبير قوي، بتقولولنا أنتوا صح وكملوا، إحنا بنشوفكم، إحنا سامعينكم، إحنا راضيين عنكم، كملوا. هذه الرسالة كانت رسالة دعم كبير قوي لينا. ما بقولش الكلام ده عشان أكسب تعاطف المشاهدين، لكن خليني أقول لكم بصراحة ده كان إحساسي. أنا وزملائي كنا كمان يعني أشبه والله ودون مبالغة كحد قدامه صخرة كبيرة وقاعد يحفر في حفرة صغيرة فيها. لما كنا بنلاقي في تقارير
البرامج أو تقرير البرامج الأكثر متابعة ومشاهدة كلام تاني في مراكز متقدمة، كنا بنقول شكرا لكم، شكرا لأنكم بتتابعونا، شكرا لأنكم بتدعمونا. حلقة خاصة من كلام تاني عن كلام تاني. كان أحد أهدافنا أنا وزملائي بشكل كبير في هذا البرنامج إن إحنا نقترب من الموضوعية، نقترب من المهنية، ندي فرصة لكافة الأطراف للتعبير عن وجهات نظرها وعن اجتهادها في عملها. زي ما كنت بقول في أولى حلقات كلام تاني، صحيح زي ما في كلام عن المشاكل والتحديات أكيد في كلام عن الفرص المتاحة والإمكانيات اللي ممكن نستغلها لتحقيق ذلك. إحنا كإعلام مفترض إن إحنا وسيط ما بين الرأي العام وما بين الحكومة. حاولنا في كلام تاني في حلقات كثيرة أن نواجه المسؤولين بالتحديات الموجودة وأن نستمع إلى آرائهم ورؤياهم للتعامل مع مشاكل الناس. نسمع إحنا عملنا إيه. الدولة أو الحكومة تقنعه إزاي؟ انك انت تشرح في الفصول وهيكون ليك تقدير ادبي ومادي مختلف. المعادله دي مش معموله لغايه دلوقتي. يعني عايز اقول لحضرتك ان المعلم فعلا زي ما قال المعلمين هم الركيزه الاساسيه للعمليه التعليميه. بدون معلم يؤدي واجبه لن نستطيع نصل تعليم جيد في العالم كله. فكره ان حكومه تعمل على اتاحه فرص عمل كثيفه، العمل والبطاله هي المشكله اللي بتواجه الفقراء وهي اللي بتؤدي للفقر في مصر. البطاله مرتبطه بالفقر. وزاره الكهرباء وقطاع الكهرباء اللي هو شركه القبضه فيها جهاز يقوم بتحديد التسعيره، وكان دايما هو اللي بيعمل الكلام ده كويس قوي. وعلى الرغم ان كان القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ما كانش هو بيخليه هو اللي يعمل ديت بيديله هذا الحق، ومع ذلك انا اصريت لا مش هنعملها في القطاع الكهرباء، هيتعمل في الجهاز. في الاداره المصطلحات دي صعبه جدا، مساله الشفافيه وتكثيف منابع الفساد والكلام اللي احنا حتى رغم ان جوهره يعني بعيدا عن يعني جوهره كلام مهم جدا، بس احنا من كتر استهلاكنا دون تنفيذ الكلام ده بقى كلام صعب جدا لدرجه الناس ما بتحبش تسمعه. احنا وصلنا لدرجه من الفساد في المنظومه الحكوميه لم اكن اتخيلها. علي صوتك يا سياده الوزير وكون عنيف مع قطر ومع تركيا ومع الامريكان. لم تستجيب الى كل هذا؟ لا، كل واحده فيهم تعاملت معاها بشكل مختلف. الحقيقه ان برضو الموضوع مش شخصي. البلدعي اصابني بخيبه امل شديده بعد كده بهروبه من مصر ووقوفه ضد ثوره 30. كانش حد يتمنى ابدا ان تتم اراقه دماء باي حال من الاحوال، ويعز على الجميع هذا الامر، لكن ماذا نفعل واننا كنا قاب قوسين او ادنى؟ لا، انا الخلاف اللي خرجت بيه من الوزاره بشكل نهائي كان تحديدا قانون التظاهر، لكن كان له مقدمات على فكره الحريات عموما كيف نتعامل مع ملف الحريات. انا من الاشخاص اللي لا يهتم بالغرب ولا برايهم. واخد بالك؟ حاجه عملتي سفيره؟ عملت سفيره وعشت معاهم 40 سنه، عشت بره اكتر ما عشت جوه. لو ولحت ايديك العشره الشمع مش هترضيهم. لازم ينتقدوهم، يا اما تمشي تحت سياستهم وباوامرهم، يا اما يدوروا لك على اي حاجه يختلقوها. هو بيقول لك تعذيب في السجون، انا رحت السجون وشفت بنات 7 الصبح والاخوات المسلمات وكذا. أحسن ما كانوا عايشين بره. كانت لدينا قناعة أيضا ونحن نعمل أن هذا الوطن لن يتقدم إلا إذا كانت هناك رؤى فكرية حقيقية تقود هذا المجتمع وتعبر بشكل كبير جدا عن طموحاته، فأجرينا حوارات كانت تتعلق بهذه الوجهات. Thank you.
رئيس الجمهورية الآن يجد نفسه في بين طرفين. الجيل بتاعنا لازم يفهم أنه بيساعد المرة دي، وأنه لازم يدي الصدارة لمجموعة من الشباب، لأن احنا مهما كانت أفكارنا تقدمية ما زالت مطبوعة بالسنوات اللي عشناها قبل كده. الرئيس يقعد يطرح موضوعات سياسية ساخنة مع الشباب وياخد طيارات مختلفة، ممكن حد معارض ما فيش مشكلة خالص، لا بالعكس لازم يكون في حد معارض، زي الاجتماع اللي أنا حضرته كان في ناس معارضة، زي ما اتفقنا معارضة في حدود الأدب، قول زي ما أنت عايز، ما فيش أي مشكلة في الخلاف معاه. يعني هو ينتقدنا وإحنا ننتقده، هو يهاجمنا وإحنا نهاجمه، بدون تخوين وبدون دخول في مواضيع شخصية. إنه إن الإعلام بيطلع يهاجمه، الإعلام حر برضه، هو إمتى بقى يكون في قمر حرية الرأي التاني؟ لما الدولة تتدخل. زمان كانت الانتخابات بتصور لأنها كانت في إيد السلطة التنفيذية من خلال وزارة الداخلية. إحنا في الدستور استخلصنا هذا الوضع إلى شيء أفضل، إن يبقى فيه هيئة مستقلة تدير الانتخابات بما يحقق المصلحة العامة في أداء أو يعني عمل انتخابات سليمة ونزيهة وتدي للناس حقوقها. الضغوط بتديني صلابة في كل الظروف وفي كل العصور وفي كل الأوقات، الضغط عليها ضغوط جامدة جدا، بس الضغوط ادتني صلابة جامدة جدا، وأنا لما بكون صلب ساعات بيبقى ورايا هوا ما ورايش قوة، لكن صلابة جبارة. يعني يكفي ان انا قلت لمرسي وجها لوجه الوحيد في مصر انا هقفل لان رجالتك بوظوا الصناعة برج العرب، وقفلت. تلقيت تهديدات من البعض لما قررت ان حضرتك تنشر المذكرات بتاعت حضرتك عن فترة وجودك داخل جماعة الاخوان المسلمين كشهادة واقعية؟ انا في الواقع ما كنتش ناوي انشر شيء، لكن للأسف الشديد بعد أن اتجهت حكمت الجماعة وفشلت واتجهت إلى العنف وتماهت مع فصائله، كان لابد أن أميط اللثام عن المصائب والرزايا والبلايا التي كانت تمر والتي أدت بطبيعة الحال إلى لحظات الثورة دي. هي لحظات، ما هياش بتتكرر كل يوم، هي لحظة ما شعب بيدخل بقوته بيقول لا كده كفاية، احنا عايزين تغيير. لحظة دي بيتبعها متطلبات معينة، متطلبات التحول، التغيير اللي هي الناس عايزة تشوفه في حياتها اليومية. مثلا من ضمن الحاجات اللي بنقول الحكومة لازم تطلعها، أين قانون تمويل المشروعات متناهية الصخر؟ ليه وقف؟ مع أنه أنا عارف أنه اتقدم للرئاسة ورجع وراح بقاله شهرين أو ثلاثة، راح فين؟ كان لدينا محور في غاية الأهمية نهتم به في هذا البرنامج، وهو إبراز وجهات ورؤى الشباب للتعامل مع الطموحات، للتعامل مع المستقبل، لأن هذا الشباب همش ولم يستمع إليه لسنوات طويلة حتى قرر أن يقود التغيير، فكان حاضرا في كلام تاني وبقوة. ما ينفعش ابدا اتجاهل السياسه واعتبر ان السياسه دي ركس من عمل الشيطان وانها حاجه وحشه وان البلد ممكن تتصلح بان احنا نقول كلام لطيف. هي السياسه طول الوقت فن الممكن، انت بتتعامل مع حاجه صحيح، انت صحيح عايز توصل للكمال، ده طبيعي يعني، بس الكمال ده عند ربنا، بس في الاخر انت بتتعامل مع مشكلات وعايز توصل لحلولها. يعني الشباب عايز يساعد وعايز يقدم للدوله وبيطلع يقدم روحه، ما افتكرش ان في اغلى من كده. السادة المشاهدين الاعزاء، ليس قضيتي قانون التظاهر، ولكن قضيتي هي فكره السياسه، فكره الاستراتيجيات، فكره الاجراءات، علشان ده يخلي بلد قويه تعرف تحارب الارهاب، يبقى ليها دور وتقوم والناس تعيش وتاكل وكريستين تعمل مبادراتها ومحدش يضايقها ولا يضايق غيرها اللي مش معروفين ولا يضايق غيرهم اللي هم اصلا ما يعرفش حتى ان هو يوصل للمحطه. وحقك في الحلم وفي الطموح يا عمرو محفوظ جدا، لان هذه هي رؤيتك الخاصه ولك الحق ان تعبر، ومخاوفك قد تكون مشروعه من وجهه نظرك. ففكره برضو تصعيد حد وانه يتخطى كل هذا الهرم ويرقص قيادات الوزاره دي في لحظه، لانه
حد هيقول لك لا مش هيرقص هو معاون وزير، لكن بالزبط. في النهايه هو هيرقص لان هو بيحضر بورد فيه وزير، بيبقى على طول اتصاله باتصال مباشر بالوزير، والوزير اتصاله باكبر وكلاء وزاره وقيادات الوزاره. انا رايي ان في الطريق الصح جدا، هناك اتجاه لمشروع قناه السويس، انا شايف انه مشروع عبقري وينقل حاجات كتير نقله لقدام. الحاجه الثانيه كل المسار الخاص بتشويه 25 يناير ومعاقبه شبابها بمنطق يعني التطرف حتى في تطبيق القانون والتغليظ في تطبيق القانون، ومع ذلك التساهل والتصالح مع رجال الفساد بتوع الحزب الوطني على طريقة المصالحات والتسهيلات والحاجات دي، المشهدين دول مع بعض يعملوا حالة غربة شديدة في المجتمع لقطاعات الشباب، وده يؤدي إلى إحباط يبوظ الطاقة الإيجابية اللي احنا عايزينها. أنا بس عايز أقول إن احنا نزلنا في الشارع عملنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان نقول للناس بس إن لسه فيها أمل. يمكن في استحقاق اساسا دستوري وقانوني للشباب في القايمه ب 16 مقعد متوزعين على الاربع قطاعات، لكن الحقيقه احنا كنا شايفين ده قليل. يعني الشباب اللي بيتنسب لهم ثوره يناير يمكن ده يعني في مبالغه شويه، لكن الشباب اللي احنا بالنادي بتمكينهم وبالنادي لا الحقيقه مش رقم 16 ده في وسط برلمان هيبقى مقرب من 600 مقعد، ده رقم هزيل جدا. الشعب أو المواطنين المصريين ما خذلوناش كقوة سياسية سواء في 25 يناير أو في 30/6. احنا ابتدينا نفعل، يعني احنا اتحركنا وبنحاول نعمل حاجة، بنحاول نخلي المشهد أفضل. احنا بشكل أساسي عندنا مجموعة من الشباب الواعي جدا اللي عنده القدرة على المنافسة. لو اتعمل استطلاع للرأي دلوقتي حول الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، تتوقعوا ان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده هياخد نسبة موافقة كام؟ كلام انهي كلام اللي احنا بنقوله ده عن مساله المشاكل الكبيره اللي بتواجه مساله الاصلاح في مصر الان؟ لا اعتقد انه هذا الكلام هياخد تأييد عالي، اعتقد ذلك. كنا نهتم ايضا بمتابعه حركه الفن في المجتمع، لان الحقيقه ان الفن هو احد ادوات القوه الناعمه الرئيسيه لاي دوله. كنا معكم نتابع أيضا في كلام تاني. رئيس بيتعامل مع طباخه بشكل إنساني، لما طباخه بيقول له أو بيسأله على علبة الكشري، لما طباخه بيقول له تأخرت ليه، يعني كانت فيها صورة جمالية أيضا، ما كانتش الصورة يعني. طيب وما أدراكي إن ده ما كانش بيحصل في قصر الرئاسة من جوه، ان الرئيس بيتعامل مع طباخه بهذا المنطق. الموضوعيه بتسال عليك يا استاذ عماد، كان يعلمنا هذا الدرس دائما. انا شايف ان مصر فقدت دماغ كبير قوي. لا بعد الشر هو موجود ان شاء الله. هقول لك ليه، هو موجود بس هو مش موجود خلاص، من كتر حبه لهذا البلد فصل. انتي بصي بقى، يعني انا ما كنتش احب اشوف المشهد ده معاكم بصراحه. لا المشهد ده عياني. عياكي؟ ازاي بقى؟ معايشته ان ازاي بتسلم جوزها قلبها وحبيبها. ما بقولك ما هذه القوه، الله يكون في عون الست اللي بتقع في مشكله زي كده. حوار خاص مع الفنانه الشابه ساره سلامه لكلام تاني. انا عملي اللي جاي بقى هيقول اذا كنت انا فعلا مهتميه باللبس العريان ولا هتهتم بالدور اكتر. ممكن تقولي الو تاني؟ الو. انا اسف جدا، انا المفروض ابقى معاكم الحقيقه. اصحك معاك معانا بروحك يا استاذ احمد والله. ازاي حضرتك؟ ازيك يا رشا، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا ساره؟ ازيك يا بابا، عامل ايه؟ انت عارفه عامل ايه؟ الحمد لله. لا قلقانه، قلقانه بس انا مش قلقانه من الحكومه، انا قلقانه من الناس. انا رهاني دايما على الناس. بقوا ملكيين اكتر من الملك؟ بصي انا رهاني دايما على الناس وبشوف ان الشعب المصري هو المعجزه الحقيقيه. يا اما اكمل صح؟ يا اما ما اكملش، فدي كانت نقطه. ومن اول السطر. انت لاحظتي ده يا رندا ولا جات لك ملاحظات؟ لا لا والله لا لا، احنا عندنا في مصر للاسف يعني حاجه مش لطيفه، ان احنا بنبقى موضه كده كده، اشتغلت فبشتغل تاني وتالت ورابع وعاشر حتى لو انا مش موهوب.
مش انا بس يعني انا بكلمك على عامه يعني انا بحييكي على صراحتك يعني انتي صريحه جدا بصراحه. احب حاجه يبقى لازم ادرسها عشان اعرفها كويس عشان اعرف اقدمها كويس والحمد لله ان انا يعني دي كانت قناعتي يعني. فانا مقتنعه انه مفيش حاجه في الفن اسمها ابتذال الا اذا كان قاصد حد يقدم ابتذال. انما يعني ده احنا يعني السينما باظت من ساعه ما بطلوا بوس يعني. وكنا نتفاعل أيضا مع حضراتكم ومع الأحداث الرياضية مع مستقبل الرياضة. الشعب المصري شعب بيحب الكورة بجد. كنا معكم. تصويت وجود كده. ايه اللي انت عامله ده؟ الخطيب يلعب وراجع دديت وهيجي جول يا جول 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 لعب العرض ان والدتي توفت واتدفنت وانا مش موجود هنا في مصر. كنت في معسكر مع منتخب مصر. تصويت وجول جول 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 محمد ابو تريكه. هل ابو تريكه وعبد الظاهر ظلموا من وجهه نظر حضرتك؟ ابو تريكه انا حزين عليه دلوقتي لانه ابو تريكه ده عمل تاريخ مفيش لعيب كره عمله. هذا الكلام مرفوض شكلا ومضمونا وشكل اللقاء وشكل الملعب ينتهي بينا تاني ويرجع الذكريات الى موقعه الجلابيه وما اصعب هذه الايام. المشكله بتاع بورسعيد هي سبب رئيسي في حاجات كتير لان لم تحسب الى الان 4 سنين في ايد قضاء واتاجلت لشهر 3. ارفع الكاس اطلق اللسان اطلق اللسان والعنوان والعنان. يعني وزاره الشباب والرياضه غير داعمة للمنتخب الوطني؟ أكيد أكيد غير داعمة. كيف ننزع فتيل هذا التعصب والتطرف؟ بصي هقول لك حاجة، على فكرة هو اسمه تطرف برضو يعني، يعني المواقف المتشددة ده انت تشوف الصفحات الأهلوية أو الزملكاوية لما تيجي توصل ان انت تيجي تقولي النادي ده دولة أو شعب، ده حاجة رهيبة. الكابتن الجوهري راجل عمل نفسه بنفسه رغم ان الكابتن صلاح سليم كان مطلعه بره النادي الاهلي، انما عشان هو راجل فاهم كوره وكان لعيب كوره بعد عن النادي الاهلي بعد لما فاز على الزمالك بالاشبال وكون منتخب مصر وفضل ان هو رائد المدربين في المنتخب المصري الى ان افتكره ربنا، وبدليل انه لما راح الاردن عمل سمعه كويسه جدا. كنت اقول عمل انجازات كبيره في النادي للكره الاردنيه، وبقى بدانا نقول يا خسرنا الجهد. الله ينور. كنا معكم أيضا نتابع الساحة الغنائية. الشعب المصري الناس اللي عايزة تفهم الشخصية المصرية هتبقى بتفكر كتير قوي إن إحساسنا كمصريين مشاعرنا كمصريين بتأثر فينا وفي قراراتنا وفي توجهاتنا وفي كل حاجة بنمشي بيها في حياتنا كمصريين. المكون الخاص بالمشاعر عند المصريين واللي الطرب أو الغناء بيلعب عليه دور كبير جدا كان حاضرا أيضا. تأثير الجملة الحوارية ما بيبقاش قوي إلا إذا كانت في جملة موسيقية معاها بتعمق هذا المعنى. أصل الجملة الموسيقية خصوصا لو واضحة وصريحة بتعلق مع الودي. في المسلسل أنت بتخاطبي أكبر شريحة من الناس، كلنا على اختلاف ثقافته وكده، بس احنا عموما الودن الشرقية بتاعتنا بتحب تسمع الميلودي دي طبيعتنا. احنا قد يبدو من المشروع انه هدفه موسيقي، انا لا، انا هدف المشروع اكتر من انه يكون موسيقي. هدف المشروع انه بواسطة الموسيقى ومن خلال الموسيقى ابعد الاطفال عن التطرف وعن العنف.
مش ممكن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يدخل في حوار يعني او تبقى اجابات من النوع ده؟ هي طالعه تتشتم عشان تقول انا اكتر حد بتشتم في مصر. طب ما انت عارف الفخ ده وقعت فيه. ما مش فخ بقى، ما انا قلت لك اهو، مش انا بقول لك ادفع. انا هفترض ان ده موجود. انا هاتي لي حد ياخد نص ما امتلك دلوقتي لو عندك دكتور نفسي ولا دكتور عصبي يعالجني من العصبيه، انا مجنون على نفسي، ما بحبش حد يشتمني. لو جالك الضوء الشارد هذا العمل الدرامي اللي ياسر عبد الرحمن عامل المزيكا دي اللي هي المزيكا اللي في الودن بتجيب الصعيد على طول، لو تامر كروان هيعملها مختلفه؟ اه طبعا هتبقى مختلفه. هتستخدم غير المكونات الشرقيه؟ لا هستخدم المكونات الصعيدي في المقدمه، ولكن خلفيتها لازم يبقى الاوركسترا. لما نيجي نقول رامي صبري وعمرو دياب يعني خلي فيه رحمه، لان رامي له شخصيه، ربما اختيارات الالحان والتركيبه المستقبليه هتفرقهم بعيد عن بعض. هي دي مزيكة عمرو، دي طريقه عمرو، ده تقمص عمرو. هي اولا مش مزيكة عمرو خالص، دي مبدئيا برتاح وبطمن وانا في حضنك، اخاف من ايه؟ لقيت فيك اللي كان نفسي حبيبي في ليله ان الاقيه، وبحبك لما بتقولي بحبك حتى لو سكت، بحبك لما بتشاوري تجيب القلب ميت سكت، وبحبك لما بتقولي بحبك حتى لو سكت، بحبك لما بتشاوري تجيب القلب ميت سكت. احنا زي الشمس، احنا زي الشمس، بسرنا للغروب، بسرنا للغروب. عايشة اليوم اللي نرجع فيه، بتعب من يوم لما سبت ايديه، ونجاح سنين تعدي، تعب سهر تحدي، ومين كان معايا ومين وقف ضدي، بس انا لسه هبتسم ومش هسيب الياس يموتني، انا بحب السعاده وبحب بلدنا وبحب المزيكا وبحب الثوره بحب الجدعان، فعيش حياتك بروح الطفل اللي جواك، وخلي الابتسامة حاجة مش مفرقاك. وكما كنا نهتم بقضايا السياسة والاقتصاد والفن والرياضة والموسيقى، كنا أيضا نهتم بقضايا الإعلام، لأن الإعلام بالتأكيد يواجه تحديات كبيرة. عارفة أن في ناس كثيرة جدا عندها ملاحظات على أداء الإعلام، هناك حالة من ربما عدم التوافق حتى الآن حول ما يجب أن يقوم به الإعلام في هذا التوقيت الحرج اللي بتمر به بلدنا، لكن كنا أيضا نتعرض لقضايا الإعلام. كلام تاني أنتوا اللي هتقولوه، وربما كلنا نكون محتاجين نسمعه. هقول لك كمان الجيش، الجنود اللي سهرانين في شغلهم كلهم بيتابعيني، الشرطه اللي سهرانه في اللجان والعساكر اللي في الخدمه بيتابعوني، السجون، الناس اللي في السجون بالنسبه لهم البرنامج ده الفاكهه بتاعتهم اللي بس ما كانش حد احيانا يقول لك انت عايش في كوكب تاني يا اسامه؟ كتير سمعت حاجات كتير قوي، سمعت تعليقات كتير وسمعت انتقادات كتير، ولكن ما بتضايقش من ده، الموضوع بالنسبه لي بسيط. النقد موجود في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فتح الله على حضرتك يا أستاذ حافظ، يعني لا يعني أنا لا يعني أنا بقول إنه دي حاجات بسيطة، مش عايزة كتب ولا ندي أمثلة بأمريكا ولا نيويورك تايمز بالقرآن. يعني إحنا مفتقدين يا أستاذ حافظ إنه انتقاد للرسول عليه الصلاة والسلام. لو حد انتقد دلوقتي رئيس الجمهورية في مصر هيحصل لك إيه؟ هتبهدل أنا. ما هو ممكن يكون في مش مؤامرة بالمعنى الحرفي للمؤامرة، ممكن يكون المسؤول المهمل يعني سلوك الإهمال ده في حد ذاته نوع من ضرر، إحداث ضرر.
صحيح بالرئيس يعني. هو ليه أستاذ حمدي مسميه قلم رصاص مع إن كل اللي بيقوله أستاذ حمدي بيسكن في الوجدان على طول وما بتمسحش زي الحاجات اللي بتتمسح بالقلم الرصاص؟ لو حبيت أقول لك لأول مرة إيه الإجابة اللي كانت ما كنت أعنيه بقلم رصاص، إن إحنا يا حنتحاور بالقلم يعني يا حنتحاور بالفكر، إذا ما تحاورناش بالفكر مش هيكون فيه إلا التحاور بالرصاص. أنا بقول إن الناس تشعر بأنه الوضع تحسن ولو خطوة واحدة إلى الأمام. الناس شايفة إنك أنت يعني الدلوع الفرفور اللي جاي ممثل جديد اللي لابس قمصان معرفش إيه معرفش. الشاب الفافي ده جايبينه منين؟ يعني أنا شخصيا مش شايف نفسي كده خالص، يعني أنا واحد من عندي 18 أو 19 سنة بصرف على نفسي، يبقى مين بقى اللي متدلع ومين اللي فافي؟ ربما دي كانت محطات كنا بنستعرض فيها مع حضراتكم ما حاولنا أن نقترب منه ومن خلاله من حضراتكم، من هموم هذا المجتمع، من أفكارنا، من طموحاتنا، من أحلامنا، من الفرص المتاحة قدامنا. لكن اسمحوا لي، يمكن أنا اللي بظهر على الشاشة، لكن خلف هذه الشاشة هناك فريق يعمل، والحقيقة بشكره كل الشكر، فخورة جدا بكل زملائي الأعزاء اللي بيشتغلوا معايا، فخورة باجتهادهم وأنهم قدموا رغم ظروف صعبة كتيرة جدا كنا بنشتغل فيها، لكن قدموا نموذج جيد جدا للتفاني في العمل، كانوا بيتحملوا ظروف صعبة وكانوا كمان بيتحملوني. هيكونوا معايا بعد الفاصل، وإحنا بنتكلم النهاردة عن كلام تاني، وإحنا وأنا بكلم عن زملائي وأن هم هيكونوا معايا، هيكونوا معايا لأن زي ما قلت لحضراتكم إحنا هدفنا نقدم رسالة تليق بحضراتكم. إلى أي مدى أنا وزملائي كنا نقترب من هذه الرسالة أحيانا، أو كنا نقترب منكم أحيانا، أو نبتعد أحيانا، أناقشوا معاكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دايما مؤمنه ان المراسل اللي موجود على الارض هو الاكثر وصولا لحضراتكم، لان التفاعل بينكم وبينه بيبقى مباشر. زملائي الاعزاء في كلام تاني، المراسلين، فريق مراسلين كلام تاني، الزميله العزيزه ياسمين عادل، اهلا بيك ياسمين. ياسمين كانت مسؤوله عن دور على الناس، ودي كانت فقره هنشرح ليه عملناها، وياسمين هتقول ازاي قربت من الناس في هذه الفقره او ما قربتش. لا قربت طبعا، وايضا الزميله العزيزه خلود عبد الفتاح، خلود سورية كانت مسؤوله عن الملف الدولي او متابعتنا للاحداث الدوليه، وكمان عن حركه التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع. أهلا بك يا خلود. أهلا فيك يا أسرى. أيضا الزميلة العزيزة داليا علي، داليا كملت شغل ياسمين دور على الناس بعد ما ياسمين خدت أجازة عشان بقى في ياسين، هنقول لكم على ياسين بعض الحكايات، وكمان كانت مسؤولة عن متابعة التطورات الدولية ومتابعة الصحافة العالمية إزاي بتنظر لنا في مصر وبتتابع تطورات الأحداث. والحقيقة إن داليا كانت متميزة في هذه المسألة، لأن داليا عندها لغة كويسة جدا. صح كنا بنتخانق أنا وهي، هقول لكم ليه بس ما نيجي نتكلم عنها. وطبعا الزميل العزيز مصطفى سامي، مصطفى عمل سلسلة من التقارير، مصطفى عنده موهبة التصوير، مش بس إمكانيات التصوير، لكن عينه دايما كانت بتقدر تجيب صورة معينة بتحمل رسالة ما أو بتحمل فكرة ما، علشان كده ادينا له عين على المحافظات ودبسناه بنصفره كل أسبوع. لكن كمان الزميل العزيز محمد سماحة كان حاضرا وبقوة، كان أحد المراسلين الرئيسيين في هذا البرنامج. رحل سماحة جسدا، ولكن بقى عمله واجتهاده حاضرا، ونحن نحتفل بعام على كلام تاني. سماحة حاضرا وبقوة. من هنا بدأت الحكاية، حكاية ثورة غيرت ملامح وطن في فترة عانى فيها المواطن المصري كثيرا وتطلع لمستقبل أفضل دفع لتحقيقه الكثير. حتى وإن لم يصل لما كان يتمناه منها، فسيظل يتذكرها كلما مر من هذا المكان. محمد سماحة، كلام تاني. Thank you.
فاهم كمية المواضيع الغريبة اللي بقينا نتكلم فيها اليومين دول. خلاص بقينا فاضيين قوي يعني يا جماعة، ده احنا في حرب، احنا في حرب، حرب فوق وحرب تحت. حبة فوق حبة فوق وحبة تحت. أيوة، يوم ولا يومين؟ يوم ولا يومين يعني؟ لا لا لا، قبل ينهار ينهار، ده سؤال مهم. يوم ولا يومين؟ لا كده العيد فرحة، خلاص الموضوع فلت من إيدي. هيفا ومسلسلين في رمضان، ها تم البدري بدري. ولو بعد 6 شهور مصر ما أصبحتش هوليوود الشرق تاني ومهرجان كبير مفتوح للوطن العربي للسينما، اعدمني يا ريس في ميدان عام. سماحة، في ميدان عام. كفاية كده، ما تخلينيش أغلق. يتعلق لوحده في ميدان عام. الاتنين اتقابلوا في حفلة فبيبصوا بعض، بيسلموا على بعض طبيعي، بس القبلة كانت بوسة بق. بوسه بيسموها ايه؟ بوسه حنك حضرتك. لا مش هقول حنك، دي حنك ايه؟ فرنشايه. فرنشايه بس يا ابني، انت بتودونا في داهيه. المهم يعني قبله على الفم، من الفم الى الفم. يقول لك فرنشايه. بوسه مشبك وديها. ولا مشبك ولا الكلام ده خالص. بس اقف هنا. البلوفر الازرق في اسود فابيض اللي طلع بيه عمرو في كليب تملي معاك من 15 سنه لسه على مقاسه، لقوا بيبان اصغر من ايام ما صوره. انت ايه يا عم؟ انت بتعمل فينا كده ليه؟ طب ده ذنبنا يعني ان بنحبك؟ طب راعي مشاعر ناس كتير عندها مشاكل. طب انت بتاكل ايه؟ شاي اخضر؟ يلا اللهم لا حسد. يا مهما كبرت صغير. انت بتغزنا يعني؟ ما كتبتش كلمه في السكريبت. يعني ايه؟ ما تهربش، التقرير اللي جاي مهم. تعرف احنا في الاجازه مين اللي اتكلمني؟ اليسا. لا. هيفا. لا. البنت بتاعت بيبي؟ هتكلمك ازاي يا ابني وهي في السجن؟ امال مين؟ حزب النور. احي متضايقين من التقرير اللي فات. لا حول ولا قوه الا بالله. هصالحهم التقرير اللي جاي، يعني الحزب محترم. وحزب التجمع برضه متضايق من التقرير اللي فات. هصالحهم في التقرير اللي جاي، ده حزب محترم. وتامر امين. الله الله يا عم، بيقولك ما تطلعوش تاني في تقريرك عشان انت دمك تقيل. احمد موسى اتكلم؟ لا طب امان، احنا شغالين يا رجاله. حينما تسرح اذناك مع اجمل الحان وتحفظها قبل ان تحفظ كلمات الاغنيه وتميز صاحب هذه الموسيقى من اول ثوان فيها، فتاكد انك تسمع لحنا لعمار الشريعي. هو المواطن، الاديب، التلميذ، البواب، الزعيم والفنان. هو احمد زكي. الملايين تعلموا على يديه معنى الحب بمنهجه المختلف الذي لم يدرس في أي مدرسة أخرى سوى مدرسة الحب الخاصة بنزار قباني. الجميع اصطف أمام شاشة السينما في انتظار بداية الفيلم ومشاهدة نجمهم الكبير مرة أخرى بعد غياب. الجمهور ينتظر، تظلم القاعة ويبدأ الفيلم ويظهر نور الشريف. ظهر الثلاثاء 25 يناير 2011، خرجت عدة مظاهرات في عدد من محافظات مصر احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. 1444 عاماً على ميلاد سيد الخلق نبي الرحمة الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الحب هو شعور نادر لا يشعر به إلا من يملك القدرة على أن يشعر به، وأيضا من يملك المال وقبلها الصبر على أن يتجول في المحلات ويقف قصاد الراجل بكل احترام وثقة وشموخ ويقول له هاتلي الدبدوب اللي على شكل قلب ده ولفه لي لفة هدايا للمدام. عندما تتذكر فيلما سينمائيا لا تذكره باسم نجمه أو موضوع الفيلم فحسب، إنما يمكن أن تتذكره بجملة. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبه مدرس فرنساوي. الإعلام المراقب الحقيقي لما يحدث في الدولة، أحد أهم أسباب قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو. إذا كنت تقف اليوم أمام بائع الخضار من أجل الشراء، فاعلم أنك ستنال استغراب الجميع بما فيهم بائع الخضار نفسه. لا ثوابت في السياسة، فأعضاء الحزب الوطني عائدون مرة أخرى راغبين في طي صفحة الماضي فقط من أجلك أنت. واضح كده اللي بنشوفه في الافلام هو هو اللي بيحصل في الحقيقه ويمكن اكتر، بس اللي شفناه النهارده ان في كده وفي كده، في المتفائل بالسنه الجديده وفي اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل من قبل حتى ما تدخل. كتير يا جدو. محمد سماحه كلام تاني. طب قولوا باي باي بقى. باي باي.
ده جزء من حصاد زميلي العزيز محمد سماحة، لن أقول الزميل الراحل لأن قناعتي الشخصية أنا وزملائي الأعزاء في البرنامج أن سماحة لم يرحل، لأن دايما العمل الجاد بيمثل قيمة حقيقية لا يمكن أن ترحل. هبدأ بزميلي العزيزة ياسمين عادل. ازيك ياسمين؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ياسمين خدت أجازة علشان في ياسين، لكن قبل ياسين بقى كانت ياسمين بتشتغل ساعات طويلة جدا وبتعمل فقرة مهمة جدا هي دور على الناس. احكي لنا بقى دور على الناس. بداية كده دور على الناس الفضل يرجع فيها لحضرتك. لا العفو. لا والله، يعني حضرتك كان في اجتماع ما اخترتي ياسمين انها تعمل فقرة دور على الناس. انا في البداية كنت مش فاهمة يعني ايه دور على الناس، بس يعني ايه لما قعدنا مع بعض وحضرتك شرحتي الفكرة انا اقتنعت فيها، ودايما انت كنت تقولي لي خدي بالك ان دي هتبقى نقطة مميزة في المشوار بتاعك. وعايزة اقول لك انها فعلا الحمد لله الحمد لله حققت من خلالها حاجة، يعني حاجات كتير. لما نزلت وتعاملت مع الناس، احنا يوميا انت بتتعاملي مع الفران وبتاعت الشبت والبقدونس وبتقابلي ناس كتير جدا بتتعاملي معاهم بس من بره، لكن لما تقفي بقى جنب واحد واقف قدام النار طول النهار، جنب واحدة قاعدة على الأرض بيقابلها أصناف وأشكال من الناس يوميا، تعرفي مدى معاناة الناس دي. انت من بعيد بتقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني، لكن لما بتقربي منهم تحسي قد ايه ان انت في نعمه كبيره جدا. وبرده بتتاكدي من معلومه دايما الناس بتقولها لك ان ربنا خالق كل واحد قدرات. لا فعلا ربنا خالق كل واحد قدرات. الراجل اللي بيقف قدام المخبز ده قدرته، هو ما يقدرش يقف قدام كاميرا او يقعد مكان حضرتك او يشتغل سواق او لا لا، هو قدرته انه يقف قدام النار. كل واحد ربنا خلقه بقدرة معينة بيقدر يشتغل الشغلانة دي. بس أكتر قصة تأثرتي بيها قوي الفران. الفران الفران وام حسن اللي كانت بتمسح الأحذية. دي ست معها أربعة أو خمسة أنا مش متذكرة عدد أولادها، وزوجها توفى من هما صغيرين وكانتش عارفة تشتغل، وأهله وأهلها ما حدش كان بيساعدها. جات لها فكرة إن هي تنزل تعمل تمسح أحذية. الكل طبعا كان ضدها وكلام من ده. لا دي هي كمان كملت دراستها، كملت دراستها وكانت دخلت كليه اداب. يعني صحيح. شوفي انت، وكانت املها ان هي تدخل مجلس الشعب. برضو تعلمت ان مفيش حاجه اسمها حلم ما بيتحققش، طول ما انت عندك اصرار ان انت تحقق حلمك هتحققه ايا كان. عايزه نسمع ياسمين في دور على الناس ونشوفها. ياسمين من الاصوات اللي انا بحبها جدا، وعندها موهبه خاصه كمراسله واجتهاد كبير جدا، وكمان عندها ميزه الصوت الصادق اللي انا كنت بحب استثمره دايما في كلام تاني. نشوف. دور على الناس في قلوب الناس، دور على الناس في قلوب الناس، هتلاقي الخير والخير في الناس. دور على الناس. أرملة جوزي متوفي ومعي أربع أولاد، ووالدتي قاعدة معي كفيفة عندها 90 سنة، ولقيت المرتب مش مكفيني خالص، اللي هو المعاش اللي هم بيدوني للدولة 360 جنيه أو 350 جنيه ما كفوش أسرة ولا يكفوا نفر واحد في الشهر. فجت لي فكرة التوك توك اللي أنا أساسا من زمان عايزة، أنا حابة اللي أنا أسوق أي حاجة. الله خلقنا قدرات، فهذا الرجل قدرته أن يقف أمام النار أكثر من 8 ساعات يومياً لكي يطعمنا، فقبل أن نستطعم رغيفه لازم علينا احترامه وتقديره. الشغلانة دي بتقعد 12 ساعة و 13 ساعة، أي واحد فيها تعبان. أيام زمان كانت طاقة وكان بكريك والبرو، السير ده ما اتعمل ريح ناس كتير. انا بشتغل بقالي 18 سنه في المجال ده، بس اول ما اشتغلت ان انا بساعد في الكوافير، يعني بتعلم وبشوف ناس بتعمل الشغل ده
وبقيت انا اشتغل بعد كده، وفتح المحل ما بقاليش سنه. ابويا كان بيشغلنا يقول لك اللي ما يعرفش يجيب الجنيه ما يعيش، ما يعرفش يشقى ما يعيش. اتعودنا على الشقى. أن تضيع عمرك في سبيل ضحكة أفضل بكثير من أن تبحث عن سبب الأحزان. هذه الكلمات اتخذها محمد شعاراً له في بداية مشواره الذي قرر فيه أن ينقل موهبته من مسرح الجامعة إلى الشارع ويكون صانعاً للسعادة دون مقابل. في أن أنا بفكر مثلاً إن إحنا نرجع مسرح الشارع، يعني يبقى في ستيج مثلاً متنقل معنا. المسرح ده بيروح كل مكان، بنعمل عليه عروضنا، مش انا بس لوحدي، يعني مش بانتوماين بس، لا ممكن يجيب حاجات تانية، ممكن يجيب عرايس، مسرح عرايس، ممكن نرجع الأرجوز، يعني الحاجات اللي اختفت دي ممكن نرجعها تاني. يعني السيارة اللي هي الطائرة احنا بنقوله بر مائية هوائية، يعني بمعنى حضرتك ان هي بتمشي في المية زي قارب، بتسير على الارض زيها زي اي سيارة عادية، تحلق في الهواء. احنا العمل بتاعنا يختلف، دي فوق ان هي سيارة بر مائية هوائية، هي محطة لتوليد الكهرباء. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعيسى فقد وظيفته لكنها كانت البداية له. تعلم وصنع سيارته بنفسه، ويتمنى حاليا ان تتواجد شركات مصرية خالصة لصناعة السيارات لينافس السوق العالمية. يعني جبت لوح صاج عادي وبدأت صنعت الفردتين الشاسيه اللي هم بيبقوا اساس العربية اللي بيبنى عليهم العربية. صنعت الفردتين الشاسيه ورحت مركب العفشة ورا وقدام، وبدأت اصنع بقى الرفرف، وصنع الجناب، وصنع الكبوت، وصنع المرايات، اصنع الفوانيس، كل حتة فيها انا اللي مصنعها على ايدي. انا بلعب كوره من وانا عندي 5-6 سنين كده، لقيت نفسي طالعه بعرف العبها وبحبها جدا. يعني كنت اكتر من وانا صغيره اكتر لعبه بحب العبها، ودي ما كانتش برضو طبيعيه في مجتمعنا شويه ان بنوته تحب الكوره وتتابع ماتشات والحاجات دي كلها. الحمد لله لما بدا الموضوع يكبر والناس تعرف مكان الاكاديمي وكده، بدا العدد يزيد واعمار مختلفه تماما، يعني معايا من اول مثلا 10 سنين لحد امهات. شكرا ياسمين عادل. داليا كمان كملت في دور على الناس لما ياسمين خدت اجازه. كان عندك مشكله لما كلفتك بحكايه دور على الناس دي؟ هي كان في مشكله شويه، ما كنتش طايقاني يعني. لا هي الفكره انه انا واخده بالي ان لما حد بياخد مكان حد المفروض ان هو المفروض بيتاثر بيه او الفقره بتوع او بيتعودوا على نمط معين او كده. بس فهي المشكله الاولانيه هي كانت بتقابلني، بس انه مثلا هي ياسمين كانت ماشيه برتم زي ما هي قالت ان هي بتدور على النماذج البسيطه اللي كانت الفران اللي بنعملها يوميا من غير ما نشوف هي بتعيش ازاي. شويه انا فكرت ان انا ناخد الموضوع على انجل تانية خالص، اللي هي ان انا ادور على النماذج الايجابيه المغموره مش البسيطه اللي بنتعامل معاها، اللي هي ممكن تبقى في الاخر تقدم مورال اقوله في الساين اوف، انه مثلا مش بس بتكون فكره شخص ما، يعني بيكون مثلا اللي الولد اللي كان بيلعب بانتومايم، هي مش فكرته البانتومايم، هي فكرته ان هو فكر في حاجه انه ينزل للناس يساعدهم. فهو فعلا المورال من التقرير انه مش واحد بانتومايم، لا ده هو واحد فكر في الناس، فكر ان هو اللي يملكه اللي هو موهبته يقدمها للناس. كذلك برضو كانت البنت مثلا سي بتاعت الكوره ان هي ايه الحاجه اللي عملتها، الحاجه اللي عملتها ان هي كسرت صوره نمطيه من غير ما تاثر على صوره، يعني ما احتجتش على المجتمع وان هو لا انا بلعب كوره عشان ابقى ضد الولاد او ان انا انافس. لا هي بنت حافظت على الصوره بتاعتها كانثى وعملت حاجه هي بتحبها ووصلت ان الرياضه للكل. شفتوا داليا عقله ازاي يعني وبتقول كلام بالمنطق وبالحجه وما بتتعبنيش ابدا في الاجتماعات ولا بتتناقش معايا ولا اي حاجه، عقله وكمل يعني. داليا كان عندك ملف رئيسي بتتابعيه وهو الصحافه العالميه وازاي الصحافه العالميه بتنظر لمصر. كنت بنتخانق انا وانت احيانا على بعض العناوين وانت تقولي لي ده اقل حاجه.
بالظبط. كنا بقى الصحافه العالميه على مدى عام كانت شايفه مصر ازاي؟ هي الفكره اللي هو الملف الدولي، هو كانت ان الملف الدولي حضرتك اسندتي اللي هي الملف الدولي الاول، وبعدين اللي هو ابتدينا نشوف الناس من اول خالص من ايام البرامج الثانيه بتاعتنا وهي ردود الفعل اللي هو الناس بتشوفنا ازاي في حدث، عشان احنا ممكن نكون يعني الصوره الكامله عمرها ما بتتاخد من طرف واحد. فاحنا ان احنا نبص لنفسنا ولصحافتنا وان احنا بنقول ايه على نفسنا وان احنا فخورين بانجاز ما او كده، دي مش صوره كامله. فان احنا نشوف شويه بقى نطلع بره كده ونبص على الصوره من بره زي ما الناس شايفانا عشان بس ما نتخدعش من نفسنا. كان في ايفنتات كتير مثلا في مصر، وكان في كان في مثلا انجاز زي قناه السويس او كده، نشوف الناس شويه بتتكلم عننا ازاي. لقيت ناس ممكن شويه صدمني رد الفعل الدولي، مش زي ما احنا بنعتقد ابدا، بنكون احنا في وادي وهم في وادي كتير. صحيح. انتقادات بتكون لاذعه موجهه الينا. هو ده مش 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 هو هو مش عيب ان انا نطلعه. هو كويس ان احنا نطلع نشوف الناس، حتى من باب ان احنا نشوف الناس بتعمل حتى عشان نرد. يعني حتى من باب ان يكون في تعليق ورد فعل على الناس بتقوله ده. هي كانت تقعد تناقشني على التليفون ونوصل في الاخر انا يعني يا داليا يعني ممكن نقول عناوين، بس مش لازم عناوين يعني مدمره قوي يا داليا عشان ما نجيبش دوله في البرنامج. بس داليا كانت في النهايه بتعمل هي عايزاه. هي الفكره انه كان في ما انا يعني بحاول ما اكونش غشيمه شويه في حكايه اني مثلا انقل كوبي بيست، يعني الواحد بيفهم بيفهم الدنيا ماشيه ازاي فيه. يعني في شويه كنت مثلا اقرا من مقال احس ان هو لا انت جاي قوي على بطبق نظريه اللي هي انا وابن عمي على الغريب. يعني انت ما تقول انا نقول على بلدنا كده او في حاجه حاصله فيها انتقاد، انت ما تقولش لان انت ليك مصلحه انك تقول كده او تروج صوره معينه ضد حاجه حصلت في مصر او كده، فكنت اتجنبها. لكن في حاجات لا كانت لازم نشوف احنا العالم بيشوفنا ازاي، لازم اشوف الناس بتشوفنا ازاي وانقله. انا تمام. بنقل ما كنتش بحط رايي وما كنتش بحط حاجه، كنت شويه حياد يعني. تمام. وكانت كمان بتغطي معظم الاحداث الدوليه، يعني داليا مثلا كان معاها دكتوراه في حرب اليمن، يعني عملت لنا كل التقارير. والحقيقه داليا عندها ميزه انا يعني بحترمها جدا فيها، داليا ما بتتعبنيش ابدا في التايم او الوقت الخاص بتقرير برنامج، اقول لها دقيقتين ونص تعملهم دقيقتين ونص وبايقاع سريع وبتقول كل المعلومات. داليا قطر ما تشوفوش العقل والرسائل اللي على الهوا ده. مصطفى سامي الحقيقه مصطفى زميل عزيز جدا، ومصطفى لازم نسمع داليا الاول مش كده؟ مش احنا سمعناها؟ طب نشوفها نشوف داليا. نتائج الانتخابات التونسية أعلنت بداية مرحلة جديدة وولادة حكم يعكس تحالفات مغايرة ستقود البلاد في السنوات المقبلة. نشأت علاقات مميزة بين البلدين، ووفقاً للدراسات فإن السعودية في القرن الثامن عشر والتي كانت تحت مسمى دولة الحجاز كانت بوابة مصر لتجارة الشرق. شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترافاً رسمياً من ألمانيا بثورة 30 من يونيو، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها لا يمكنها تجاهل خروج 30 مليون مصري في 30 من يونيو. في خطوة غير مسؤولة ربما تنذر بتفاقم الأزمة، لجأت إدارة صحيفة شارلي إبدو الفرنسية إلى إصدار 5 ملايين نسخة من عددها الجديد ب5 لغات مختلفة، حيث تضمن العدد رسماً كاريكاتورياً نسب للنبي محمد، ما أثار ردة فعل غاضبة من قبل المسلمين في العالم. 1400 عام هو عمر صراع نشب بين مذاهب الدين الواحد أهل السنة والشيعة قبل أن يمتد ويغرز جذوره في المنطقة، منذراً بتطور النزاعات المسلحة خاصة في دول اليمن وسوريا والعراق ولبنان وغيرها من الدول الأخرى. صورة لطفل غريق كانت كفيلة بتحريك مشاعر العالم أجمع، حيث أفاقت الشعوب على كارثة اللاجئين السوريين منذ نشر صور الطفل السوري إيلان. 11 مليوناً أو ما يزيد هو حجم النازحين السوريين جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها ضواحي سوريا منذ عام 2011. بعد عام متواصل من أعمال الحفر والتكريك، احتفلت مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة وسط حضور عربي وعالمي لرؤساء وزعماء العالم. فبحسب التقارير الرسمية فإن الحفل شهد مشاركة ما يقرب من 30 وفداً رسمية، كان أبرزهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيسة كرواتيا كولاندا جراير كيتار.
بالإضافة لملوك ورؤساء الدول العربية. ذبح ورجم وحرق وتشريد للأبرياء، أساليب داعش للتنكيل بخصومهم في أجزاء من العراق والشام. ما دفع المجتمع الدولي لتشكيل تحالف عسكري لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يتنامى بمرور الوقت. تاريخ العلاقات بين دولتي المصب مصر والسودان تمتد جذورها إلى التاريخ الفرعوني، حيث بدأت العلاقات المصرية السودانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر حين فتح الجيش المصري في عهد محمد علي دولة السودان، واستمرت الوحدة بين البلدين حتى انفصال السودان عام 1956. خلود، كانت المراسلة الأجنبية بتاعتنا اللي بنستعين بها في العديد من الأحداث الدولية أيضا، وكانت بتشارك الزميلة داليا علي في تغطية هذه الأحداث. استمع إلى خلود، بس اسمحوا لنا ناخد هذه المكالمة لأن أعتقد أن هي مكالمة مهمة بالنسبة لحضراتكم، لأن توجيه الشكر ليكم كفريق عمل كلام تاني كان واجبا علينا جميعا. معنا على الهاتف الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة بهجت ومالك قنوات دريم. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ رشا، ازاي حضرتك يا دكتور؟ انا وانتم طيبين، وانا سعيد جدا بالحلقه بتاعتكم واحتفالكم بمرور عام بنجاح كبير الحمد لله، وتوفيق لكل العاملين في البرنامج، وان شاء الله يستمر النجاح ده من سنه للثانيه ويبقى برنامج راسخ في مصر ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، وباسمي انا وزملائي بنشكر حضرتك لان حضرتك ما كنتش تعرف اي حد فينا، وانا قلت ده على الهواء النهارده، وحضرتك ما كنتش تعرفنا كلنا بس كنت بتتابعنا من خلال شاشه قنوات دريم، فاتخذت قرار طبعا عمل بعض المتاعب، لكن كان قرار بتبني هذا الفريق من الشباب لتقديم برنامج كلام تاني. فالحقيقه الشكر واجب لحضرتك لان ما قدمته حضرتك بيمثل قيمة مهمة جدا، وهي دعم الاجتهاد الجاد، لأن كان في مجموعة بتحاول تجتهد وتقدم حاجة وتثبت من خلالها أن في جيل جديد من الشباب. أنا عارفة أن حضرتك بتحب الشباب ودايما بتهتم بقضاياهم، لكن بالتأكيد يا دكتور في سؤال دايما بيطرح، ما الذي يريده مالكي القنوات من الإعلام؟ هل هناك أهداف معينة يسعى ملاك القنوات لتقديمها عبر شاشاتهم؟ والله بالتأكيد ان احنا عايزين الناس المستمع والمشاهد يصل اليه ما يحدث على ارض مصر حقيقة، يعني ما يكونش فيه اي نوع من التوجيه. انا عمري ما بتدخل في برامج ولا اقول قولوا ولا ما تقولوش، صحيح. انا بحاول دايما اقول ان احنا ننقل الصورة الحقيقية للناس، وبننقل نبض الناس للمسؤولين بحيث ان هو لو في حاجة الناس بتشتكي منها يعلموا بيها ويحاولوا يصلحوها ويعدلوا من اوضاعها، ولو في مشاكل الشعب بيواجهها بيسمعوا عنها وبيحاولوا ان هم يغيروا من الاوضاع الغلط. فانا يعني دايما متفائل انه رسالة الاعلام الحقيقية هي نقل الحقيقة لكل مسؤول في مصر، والناس تبقى عارفة ما يحدث، وتحاول في جميع الأحوال إيه؟ إنها تصلح من أي سلبيات موجودة والتركيز على الإيجابيات. عشان كده إحنا كل برامجنا الحمد لله لعمرها كانت موجهة ولا كان عمرها مقصود بها حاجة غير خدمة الناس في مصر. دكتور، أحياناً يدفع أو تدفع أطراف معينة ثمنا كبيرا، يعني قناة دريم أعتقد يعني حتى قبل ما احنا نكون موجودين لأن كان في زملاء أعزاء يعملون في هذه المحطة، دفعت قناة دريم ودفعت حضرتك شخصيا ثمنا لهذه الحرية، ثمنا لهذه الرسالة. ربما يكون السؤال، ما الذي يدفع الدكتور أحمد بهجت على الإصرار على ما هو على ما يقدمه رغم كل هذه المتاعب؟ والله الحقيقه يعني انه احنا زي ما تقولي دخلنا في مكان وعملنا واجبنا كما نراه، وواجهنا مشاكل مع كل المسؤولين تقريبا من ساعه ما القناه فتحت. عمر ما كان اللي احنا بنعمله بيلقى قبول من حد، لان اي سلبيات بنتكلم عنها بياخدوها بمنطق الحساسية ان هم مش عاجبهم الكلام، وانه احنا ظالمينهم، وان احنا
ولكن احنا على مدار يعني اللي حصل ان جميع القيادات اللي حكمت مصر في الغالب كانت زعلانه من قنواتنا على اساس ان احنا بنقول الحقيقه، ولكن الحمد لله احنا فضلنا مستمرين على قول الحق ولم نحيد عنه ولم ننافق حد ابدا مهما كانت الجهه اللي مسيطره على الدوله. عمرنا ما اتكلمنا غير الحقيقه اللي احنا شايفينها، وكنا دايما بنحاول ان احنا نوصل صوت الشعب والناس اللي هي عندها شكاوي وعندها يعني مشاكل عايزه تحلها، نوصلها للجمهور العام ونوصلها للدوله والمسؤولين، ونجحنا الى حد كبير. بعض الناس زعلت مننا وبعض الناس يعني عملوا اذيه لينا شديده جدا، يعني محاولات التدمير لكل حاجتنا، ولكن الحمد لله ربنا سترها معانا وقادرين نكمل، وان شاء الله هنكمل المشوار لحد لما يقضي الله امرا كان مفعولا بقى ان شاء الله. دكتور معانا ياسمين عادل، ومعانا خلود عبد الفتاح، ومعانا داليا علي، ومعانا مصطفى سامي، وكان معانا من شويه تقرير ايضا عن زميلنا الراحل الزميل عزيز محمد سماحه. انا عارفه ان حضرتك كنت دايما تقول لي انقل لهم كلهم يعني شكري واعجابي باجتهادهم في عملهم، هم مع حضرتك على الهوا ومش هكون وسيط النهارده. لا انا بشكركم جدا طبعا، الشباب واعد ومتميز وكلهم الحقيقه بيبذلوا مجهود كبير جدا في ان هم ينقلوا للناس كل المواضيع اللي بيعملوا لها تقريرات، وانا يعني حاسس ان دول الشباب الواعد اللي هو مستقبل قنوات دريم هتكون مبنيه على الشباب، واحنا بنحاول باكبر قدر من المجهود من عندنا ان احنا نساعد الشباب الواعد ده ان هو يتقدم ويحسن من نفسه ويتدرب. عايزين نعمل الحكايه دي قريبا ان شاء الله، ان يبقى في تدريب في مصر وبره مصر بحيث ان هم يشوفوا العالم الخارجي ماشي ازاي وازاي نحسن من ادائنا. دي فكره جديده يا دكتور، دي وليده الهوى ولا وليده التفكير قبل كده؟ لا الحقيقه يا وليده الهوى بعد ما شفتهم ما شاء الله قدامك. فانا بقول ان احنا نحاول نساعدهم ان هم يتدربوا بره عشان ياخدوا خبرات احسن ان شاء الله. اتمنى الفكرة عجبتنا جدا بصراحة. شكرا يا دكتور، والشكر كان واجب لدكتور أحمد بهجت، الحقيقة لم نلجأ إليه يوما لمساعدتنا في أمر إلا وكان معانا. شكرا دكتور أحمد بهجت، شكرا لحضرتك يا دكتور، وألف مبروك لكم وربنا يوفقكم أكثر وأكثر إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور. خلود، التقرير او متابعه الدوليه، كنت دايما لما تحصل احداث مثلا في لبنان في سوريا تقرير خاصه بايران والتطورات والعلاقه مع الولايات المتحده والاتفاق، انا كنت اجيبك بقى على انك انت ايه المراسله المستورده بتاعتنا اللي يعني عايزين نقول ان احنا ايه بقى محطه بقى عندها مراسلين من جنسيات مختلفه. اول شيء مساء الخير على الكل، وشكرا على دعم الدكتور احمد بهجه. اللي بدي اقوله انه وقت التغطيه لاي حدث دولي او عربي بكون انا عايشه الحال، عايش الحدث، لاني انا مو بس سوريه انا عربيه، فكنت دائما واجه مشكله انه في حماس زياده بالتقرير، بدي اعطي كل شيء ومن كل النواحي لانه بعرف انه مصر احداثها كانت كثيره، فممكن اي الجمهور اللي عم يتابعنا ممكن باي لحظه يكون مو متابع هذا الحدث، فمن خلال برنامج كلام ثاني والتقرير يلي انا عم اقدمه عم بوضح له الصوره وعم يعني عم بعطيه المعلومات المركزه اللي لازم تفهم فيها الصوره عن طريق برنامج كلام تاني، لأنه إحنا شغلنا كلياته كلام تاني بكل تقاريرنا. فأكثر الأحداث اللي كنت تعيشها مأساوية هي وقت يكون في حرب أو ضرب على أي دولة عربية، أو يكون في مثلا حال جياع، أو حس التقرير اللي أنا عم أقدمه من جوا، ما عم أقدمه تقرير وخلص. وكانت كتير الإحساس بالظلم والإحساس بالضرب والحرب والفيضانات ده من واقع التجربة السورية من واقع التجربة السورية ومن واقع الدراسة اللي أنا درستها بالشام والشغل اللي أنا اشتغلته بالشام. فكنت دائما وقت أغطي أي حدث حس بالمسؤولية، إذا نقصت أي معلومة أو كان في غلط بأي معلومة المسؤولية كلياتها علي. حس دائما وقت يطلع أي تقرير ما استنى أنا طلعت منيحة ولا لا، استنى دائما ردة فعل العالم،
فهموا التقرير والحمد لله الحمد لله. انت كنتي مسؤوله كمان يا خلود مع زميلنا العزيز اللي عايزين نقدم له الشكر الاستاذ محمد ابو شادي عن صفحه المهندس محمد ابو شادي اللي شارك بعمل تطوعي لا يتقاضى عليه اي اجر، يعني كان بس مؤمن بهذا الفريق، كان بيشارك الزميله خلود عبد الفتاح في الاهتمام بصفحه البرنامج اللي كانت احد ادواتنا للتواصل مع حضراتكم، نسمع وجهات نظركم، نتواصل معكم، نعرض افكارنا، نستمع الى مقترحات حضراتكم. خلود كمان رغم انها كانت سورية لكن كانت بتعمل تقرير مهم جدا كل اسبوع عن حركة التواصل الاجتماعي، وكانت بتركز في جانب كبير منه على فكرة الفكاهة وازاي المصريين بيتعاملوا مع بعض الاحداث الجادة بنوع من السخرية. معرفش خلود كانت بتفهم كل اللي مكتوب ولا لا، بس خلينا نشوف. هسيبكم مع تقرير الزميلة خلود عبد الفتاح، التقرير الأسبوعي عن حركة التواصل الاجتماعي. تقريرنا الثابت أسبوعيا حركة التواصل الاجتماعي مع الزميلة العزيزة خلود عبد الفتاح. أسبوع جديد من المشاعر المتفاوتة ما بين السخرية والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل النشطاء مع الموجة الحارة التي ضربت البلاد وأدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كوميدي وساخر. وعلى اليوتيوب انتشر مقطع فيديو لسائق يعبر بسيارته فوق الماء إلى داخل السفينة عبر لوحتين صغيرتين وسط صيحات المتفرجين داخل الميناء. واهتم المستخدمون بخبر تقديم أوراق أحمد عز لخوض الانتخابات البرلمانية عن إحدى دوائر المنوفية، ونشروا صوراً وتعليقات ساخرة. وعلى تويتر انتشر هاشتاج يحمل اسم أكثر كلمة بيقولوها المصريين. أيضاً انتشر مقطع آخر لإبداع الرسم تحت الماء. انتشرت عدة مواضيع هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزها ما نسب لمفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بإباحته أكل الرجل لزوجته في حال ما أصابه جوع شديد. أما على موقع اليوتيوب فحصل مقطع فيديو لشادي سرور على نسب مشاهدة عالية، حيث ظهر خلاله في محاكاة للبنات والأولاد في طريقة اللبس. نعمل شوبينج يا مامي، ما عنديش هدوم خالص. وأيضاً سخر النشطاء وتبادلوا الكوميكس بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ. وعلى الانستغرام انتشرت صوراً نفذها فنان مصري غير من خلالها ملامح أشهر المدن، فما بين الاحتفالات والحزن والإبداع عبر مستخدمو التواصل الاجتماعي عن أحداث الأسبوع. خلود عبد الفتاح، كلام تاني. هروح لزميلي العزيز مصطفى سامي، والحقيقه دي فرصه ان انا اشكره على الهوى لان مصطفى بيتحمل جزء كبير جدا من الاجهاد الشديد، لان احنا دبسناه فقره عين على المحافظات، ودي كانت فكرتنا منها ان احنا نروح للمحافظات البعيده نسمع مشاكل الناس فيها، ما بنبقاش بنركز بس زي ما انا كنت بقدم الفقره دايما على القاهره والمدن الكبرى. مصطفى بيسافر وبيقوم كمان بتصوير لان هو عنده موهبه زي ما قلت لحضراتكم في التصوير، واشترينا له كاميرا. دكتور بهجت ادانا فلوسها فاشترينا كاميرا بيصور بيها، ولما السواق بيتعب في السفر الطويل مصطفى بيسوق العربيه. لا هي البدايه انا فاكرها كنا في اجتماع وحضرتك لقيتي بتقولي لي ما تيجي نخرج بره القاهره والجيزه. قلت لك ازاي؟ فحضرتك قلت لي نروح محافظات نشوف الدنيا ماشيه هناك ازاي، هنا اقصى حاجه بتحصل ميه تقطع ومواصلات زحمه. اما رحنا بقى هناك المشكله بقى كانت كبيره، يعني في ناس هناك
مش منسيين، هم مش موجودين على الخريطة أصلا. يعني هناك الناس المية بالنسبة لهم ده حلم، يعني اللي هم يشوفوا الحنفية ما يجوا يفتحوها يلاقوا مية ده حلم، سواء بقى هي نظيفة أو مش نظيفة أو فيها أو بتنزل مثلا ممكن لون أي حاجة تاني. يعني المشكلة الأكبر بقى المية اللي بيشربوها بتجيب لهم أمراض. الأمراض اللي بيجي دي ما بيلاقوش مستشفى أساسا يروحوا يتعالجوا فيه. بس فما رحنا كانت الدنيا بقى أبسط حاجة اللي احنا نقولها عندنا هنا مية بتقطع، لا هم ما عندهمش مية أصلا، ما عندهمش صرف صحي، ما عندهمش طرق، ما عندهمش أبسط حاجة ممكن يعيشوا بيها. يعني الأكل ممكن ما يلاقوهوش. بس فهي دي المشكلة اللي احنا كنا بنلاقيها. الحاجة اللي بسطتنا بقى فيها كنا احنا من أسبوعين لقينا جواب جالنا كده باسم البرنامج، قالوا لنا مشكلة كذا كذا كانت في قرية في طنطا على ما أظن الغربية، في طنطا في طنطا جنب طنطا في محافظة الغربية. قالوا لنا المشكلة إن شاء الله هتتحل والمية هتوصل لهم وحتى هم تابعوا معنا. بعدها بأسبوع لقيت حد من قرية بني سويف برضو كنت روحتها في محافظة بني سويف قرية بني صالح، اتصل بيا قالوا لي بعد التقرير هم شالوا رئيس الحي. فحسيت ان دي حاجة حسيت اللي ممكن في امل اللي احنا بنعمله ده يجيب نتيجة. بس طب نشوفك يا مصطفى في عين المحافظات، نشوف مصطفى سامي. هنروح لفقرتنا الثابتة عين على المحافظات مع الزميل العزيز مصطفى سامي. في مشهد تظن أنه عبثي، أناس يبدأون يومهم بغسل ملابسهم وقضاء حوائجهم في هذا المجرى المائي، ولكن هذه النظرة الأولية والحكم المبدئي سرعان ما يزول عندما تعرف أن هذا المشهد لم يختلف كثيرا داخل منازلهم التي أغرقتها المياه الجوفية حتى أصبحت قرية بني صالح بمحافظة بني سويف أشبه بالبحيرة. القرية كلها حوالي 60% بالوضع اللي انت شايفه ده. الحكومة قالت هاتوا الأرض، اشترينا حتة الأرض، ولمنا والناس دي لمت ومشينا وخضركنا على أبواب وبقت القرية فقير، وجبنا الأرض في انتظار بس حد من المسؤولين. أما إذا قررت الهروب من الغرق في المياه وتوافرت لديك الأموال الكافية لتعلية المنزل، فلن تهرب من الصعق الكهربائي بسبب قرب منزلك من محولات الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تمر فوق البيوت مباشرة. مشكلتنا مشكله المحول ده، كل ما بيعديش شهر الا كان يولع كذا مره، يولع والعيال حواليه، ومره فرجع كده عطى يعني صوت جامد كده، راح حمز اخت جي طفى علينا النور وخلانا قعدنا يومين في العاد. ابو تلات مدينه تعاني من مشكلات تراها بمجرد دخولك اليها، فالشوارع باكملها غير ممهده واعمده الكهرباء آيله للسقوط. سنه 2005 الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده كان ده الشارع الرئيسي لشاطئ ابو تلات، وزي ما حضرتك شايف احنا دلوقتي ماشيين في نص الشارع بالظبط، يعني مكان هنا هو بالظبط كانت دي الجزيره اللي بتفصل ما بين الاتجاهين للشارع. جم بالظبط من يومين انا بتوع الحي، فقالوا لنا هنعملوا الشارع وهنردموه، جم بيجوا ساعتين بالظبط بيشتغلوهم بوظوا الشارع زي ما انت شايف كده، هاجي قدام هناك واوريكم الشارع شكله ايه هناك، بوظوه ومشوا وسابوه. يعاني أهالي الفيوم يوميا من عدم القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة، حيث تعاني قرية السنباط من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية بأكملها. البلد كلها بقت تعبانة في المياه والله العظيم، والمياه ما بتجيناها كل جوز أيام لما تيجي نص ساعة الفجر. والله العظيم لا عارفين نغسل هدومنا ولا عارفين نعمل أي حاجة حتى أكلنا. كل ثلاث أيام يعني إيه بتجي ساعة الزمن وبنملى مياه، حتى حضرتك بص حنفيات مقطوعة هي والمواتير حرقت بتاعتنا ومنعرفش نشتغل. قرية إذا دخلتها لن تخرج منها، ليس تعلقا بجمالها وسحر طبيعتها ولكن لأسباب أخرى. لكن كتير بس مفيش حد عبرنا ولا حد سأل فين. ما هو ده جاي سيادتك جاي بالصدفة لقيت الوضع أهو،
حد معانا؟ حد معبرنا؟ بيتي هاي للسقوط اهو، تعال افرجك. والمجاري داخل على عيال البيت. اتفضل معايا كده سيادتك. البيت اه، دي مجاري اهي، هاي دي مجاري اهي، هاي هاي دي مية مجاري. يعني انا بقى انسان ازاي وابقى عايش ازاي؟ انا بطلب بالمساواه بس بالعدل. احنا نسوانا بتطلع بالليل تولد، اللي بتروح على العربيه كر، واللي بتروح ماشيه والله العظيم في الشتاء. الله وكيل، عندنا واحده مشت في الشتاء ولدت في الطريق. انا واحده من الناس عنده سكر، ما باجي اقول للواحد وديني، يقول لي يا حاجه انا مانيش فاضي ودي مانيش فاضي. ممكن بقعد يمكن بالليل بغمى عليا ما بقدرش اروح. وحياه ربنا ان الحمام نتع في الاوضه اللي احنا بننام فيه، والله العظيم المراتب مبلوله مقبله من ميه المجاري. للوهله الاولى عندما ترى هذا المصنع تظن انك امام مدينه صناعيه كبرى، ولكن سرعان ما يتغير المشهد من حولك وترى الأراضي الزراعية والمباني السكنية. المشكلة مصنع الزفت، أنا تعبانين وجنب المستشفى الحميان وفيها ناس تعبانة وإحنا تعبانين بسبب المصنع ده. أنا عندي بنت عمرها سنة ونص على طول شغالة بالجهاز التنفس، إحنا لازم نعملها تغطيرة عشان تسلك صدرها عشان تقدر تتنفس. شكرا للزميل عزيز مصطفى سامي ولكل الزملاء على المجهود اللي بنجتهد من خلاله عشان نقرب من حضراتكم. خلوني اشكر يعني ده فريق المراسلين بتوعنا، لكن خلوني اشكر كل زملائي الاعزاء فريق الاعداد في هذا البرنامج. خلوني اشكر استاذ عبده زينه اللي كان بيشتغل رئيس تحرير هذا البرنامج واللي وقف هذا البرنامج على رجليه وعمل مجهود كبير جدا لانجاح هذا البرنامج. هو تركنا لكن بعد ما كنا خلاص وقفنا على رجلينا بقدم له تحية وشكر كبير. أيضا أستاذنا الجميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الرشيد، هو مش بس كان السند لينا في الأفكار وفي التقارير وفي البرنامج، لكن كمان كان الحاجة اللي بتدينا طاقة وبتدينا إيمان باللي احنا بنعمله، وكان طول الوقت بيدعمنا دعم كبير جدا. ولما قرر انه يسيبنا ويمشي انا احترمت هذا القرار، لكن كلنا كنا متاثرين لان وجود الاستاذ محمد عبد الرشيد بالنسبه لنا ما كانش بس كزميل ومدير لتحرير هذا البرنامج، لكنه كان عمود رئيسي بيدعمنا بشكل كبير جدا، مش بس في الافكار لكن ايضا معنوي. معانا الاستاذ محمد عبد الرشيد. استاذ محمد عبد الرشيد مساء الخير. مساء النور، ازيك يا رشا، اخبارك ايه؟ وحشتنا جدا جدا جدا. ربنا يخليك انت اكتر، كل سنه وانت طيبين. ما اقدرش وانا بنحتفل بمرور عام ان حضرتك ما تكونش معانا، لان حضرتك كنت معانا ويعني وقفتنا على رجلينا كلنا كفريق واستاذ عبده زينه، فلازم تكونوا معانا في هذا اليوم. ربنا يخليك يا رشا كده، وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح وتجربه رائعه، وربنا يتمها عليك بخير ان شاء الله. انا بشكرك يا استاذ عبد الرشيد، والحقيقه كل المجهود اللي حضرتك قمت بيه معانا. كنت فاكره لما بنروح الاجتماعات ونلاقي مجموعه اوراق حضرتك داخل بيها كلها افكار لتقارير، كان المراسلين بيتخانقوا كل واحد عايز ياخد التقارير دي، وكنت دايما بتبعت لي الايميلات فيها في البدايه كده رساله كده احب اقراها اول ما افتح الايميل الصبح عشان اخد طاقه عاليه من الكلام اللي حضرتك بتبقى كاتبه. لا هو كانت البرنامج حلاوته ان احنا كنا اسره يعني اسره واحده وكلنا قلبنا على بعض وبنشتغل بحب، وده بيكمل ده وده بيكمل ده، ودي كانت فكره البرنامج يا رشا، ان احنا عايزين نقدم كلام تاني، كلام مختلف، حتى في المعامله ما بين بعضنا، حتى في الافكار، حتى في الرؤيه، في شكل البرنامج، في كل حاجه نبقى مختلفين ونقدم حاجه مش موجوده، حاجه بعيده عن الإعلام اللي كان موجود في وقتها. ما فيش زعيق، ما فيش دوشة، بنعمل إعلام هادئ، بندور على بؤرة الضوء عشان نركز عليها، بنركز على الإيجابيات، بندور على النجاحات، بنبص على السلبيات وبنحاول نوضع لها حلول حتى ما بنسيبهاش كده. يعني كان الفكرة اللي كنا بنحلم بيها، وأعتقد إن هي اتحققت وبتزداد نجاحا معاكي دلوقتي برضو، إن هي إن إحنا بنقول كلام تاني، كلام مختلف يعني في كل حاجة،
حتى بقول لك على مستوى الشخص اللي بينا احنا كنا يعني اسره، يعني كان ده بيكمل ده وده بيكمل ده، ومحدش بيقول ده شغلي ولا ده شغل التاني، يعني المساله كانت كده. ولما سبتنا فضلت تشتغل معانا وتبعت لنا نفس الافكار وتبعت لنا نفس الرسائل. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عبد الرشيد، وكمان بشكر زميلي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ عبده زينه، هنحاول برضو نوصل له. لكن خلوني اقول كمان ان انا رغم ان يعني بيمر عام النهارده واحنا بنقول احنا عملنا ايه، احنا كمان فقدنا في هذا البرنامج يمكن في اقل من شهر ركنين وعمودين اساسيين في هذا البرنامج، الاستاذ الزميل الصحفي الاستاذ مجدي ابو الليل. مجدي كان احد اعضاء فريق الاعداد، لكن كمان مجدي كان احد يعني احنا كنا كلنا بنساند بعض معنويا. ما انساش ابدا في مواقف صعبه كتير كان يقول لي انا مستعد اتنازل عن اجري في البرنامج علشان نجيب ضيوف اقوياء ونتحمل تكاليف الانتاج كلنا. ما بقدرش انسى ابدا لما كنت ابقى مش متاكده اللي احنا بنعمله بيوصل ولا لا، كان يقول لا احنا لازم نستمر وهنفضل موجودين وهنحاول وهنجتهد. كان سند مش بس مهني ليا، لكن كمان كان سند كبير معنوي. فقدته، لكني مش قادرة أنسى المواقف ولا الدعم الكبير اللي كان بيقدمهولي. ربنا يرحمه ويرزق زوجته وأطفاله الصغار الصبر والسلوان ووالدته. كان صعيدي جدع قوي، وعايزة أقول لكم أن مجدي أبو الليل خريج سياسة واقتصاد دفعة 2000، وأنا يعني سياسة واقتصاد دفعة فكنتش أعرف أن هو نفس الدفعة بتاعتي. في اجتماع لقيته بيتناقش وبيقول بعض الافكار، فقلت له مجدي انت خريج ايه؟ قال لي سياسه اقتصاد دفعتك. فيعني كان حاجه جميله جدا، وكان صعيدي بالروح الجميله وبالجدعنه وبالشهامه. ربنا يرحمه، وربنا يرحم كمان زميلي العزيز محمد سماحه اللي في رمضان لما خدنا اجازه كلمني وقال لي لا لا خلاص بقى انا زهقت، انا عايز ارجع الشغل، ما تقوليليش احنا هناخد اجازه، ما تقوليش ان ما فيش شغل، يلا بسرعه، وبعدين ما تقعديش تقولي لنا انا قلقانه انا خايفه، احنا موجودين والناس بتشوفنا وبتسمعنا. كل الكلام الحلو ده كان هو اللي بيساندني وبيديني قوه، لان احنا بشر بنضعف احيانا بنحبط احيانا. انا بشكركم ان كنتوا تحملتوني كمان على مدار هذا العام، وكان في لحظات صعبه وعصيبه، لان اللي بيسعى للنجاح مش سهل ابدا، ولا انك تحس انك انت راضي عن نفسك ولا ان الناس بتسمعك او بتشوفك، دي مسؤوليه سهله. بشكركم، وعايزه كلمه اخيره من كل واحد من حضراتكم عشان نختم هذه الفقره. ومش قادره انسى التقرير اللي انت نزلتي فيه لما كنت شحاته، عملتي شحاته وقلت لها ياسمين خليكي شحاته وهات لنا فلوس البرنامج. والله كنت هكسب اكتر، تمويل كنت هكسب اكتر فعلا. لا يعني كانت تجربه مش غريبة بس كانت جديدة، يعني كانت أول مرة أنزل أعمل حاجة مختلفة في يعني. مفيش ياسمين وصورها وهي شحاتة محمد عبد الوهاب؟ أنا لازم أشكر زميلي العزيز الجندي المجهول اللي ما بيحبش يطلع على الهواء محمد عبد الوهاب، زميلي العزيز بشكره جدا جدا على اجتهاده الدائم في عمله. كان نفسي تشوفوه هو طويل كده ورفيع ولابس نظارة واسمه محمد عبد الوهاب، فتحس يعني هو الوحيد اللي متحملنا كمان يتحملنا كلنا. بشكر زميلتي العزيزة فريدة محمد، الحقيقة بتقوم بمجهود كبير أيضا في هذا البرنامج. بشكر زملائي الأعزاء اللي انضموا إلينا جدد أيضا، الزميل محمود رمزي والزميل لطفي، كل دول يعني بيدوني طاقه كبيره جدا. وعايزه اقول لكم ان هم من يوم السبت، احنا بنخلص الجمعه، من يوم السبت التليفونات لا تتوقف علشان نجتهد ونحاول نقدم لحضراتكم. بيبقى في مناقشات، بيبقى في خناقات. بشكركم. خلود بشكرك. كنت بتفهمي النكت المصريه ولا كنت عندك؟ وفي كان اتنين بيساعدوني، المونتيريا اللي كان يقعد معي يفسر لي شغلات كتير ما بفهمها، وكريم جوزها وهو كان زميل عزيز ايضا في هذا البرنامج. داليا نورتينا. داليا ميرسي. يعني مبروك لينا كلها طبعا مرور عام، واتمنى ان هو يكمل ويكون على طول، يعني تكون دي فعلا نواه برنامج اكبر كتير ان شاء الله. دكتور رئيس ان شاء الله. والله في الاخر يا رب بس نعرف نوصل للناس، يعني
يا رب نلمس حاجه في الشارع. مصطفى متاثر بالفقره اللي هو بيعملها عين على المحافظات. جاملنا بعض وضحكنا وهزرنا كتير. نشوف بقى ازاي الخبراء هيعملوا فينا وهيقيمونا ازاي وهيقيموا الاعلام في هذه المرحله ازاي مع ضيوف الاعزاء بعد الفاصل مباشره. اللي بعتذر اليوم ان احنا اتاخرنا، لكن انا دايما ببقى شايفه ان لازم الفريق اللي بيشتغل ورا الكاميرا يظهر لحضراتكم ويبان اجتهاده وعمله. بعد الفاصل هيكون معايا ضيوفي الاعزاء، الدكتوره هويدا مصطفى استاذ الاعلام بجامعه القاهره، وايضا الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، في حوار خاص لكلام تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل كنت بقول اتكلمنا كتير وهزرنا كتير وفرحنا واحتفلنا، لكن الحقيقة ان الدوائر بتتداخل، السياسة، الاعلام، المجتمع، كل الدوائر بتتداخل مع بعضها. وزي ما عندنا مرحلة بناء بنسعى فيها لتأسيس الكلمة اللي دايما بقولها لحضراتكم، دولة مدنية ديمقراطية حديثة، الإعلام أيضا يحتاج إلى بناء، زي ما السياسة محتاجة إلى بناء، زي ما الاقتصاد محتاج إلى بناء. هنمر بهذه المراحل اللي بيسموها المتخصصين مراحل التحول، لكن المسألة أن تكون هناك رؤية حقيقية لحقيقة ما يحدث على الأرض، وأن يكون هناك إدراكا حقيقيا أننا نحتاج إلى تجاوز هذه المرحلة، أو على الأقل البدء بخطوات حقيقية نحو الإصلاح. بتكلم بصفة عامة وليس عن الإعلام فقط. برحب بضيوفي الأعزاء في الاستوديو، الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. والدكتور وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا وسهلا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. طباخ السم بيدوق. المقال الأخير عن الإعلام كان أخير، ده كان ساعة مشروع قانون الإرهاب. بس كان ده الجزء اللي كنت حضرتك بتتكلم فيه عن الإعلام، وكان سبقوا قبل كده تصريحات ومقالات عديدة تتحدث عن حال الإعلام في مصر وكيف تحول وفقا لرؤية حضرتك لإعلام الصوت الواحد، لإعلام السلطة. وهذا الصوت اللي حضرتك بتعبر عنه أو هذه الوجهة موجودة أيضا في الإعلام الغربي. هناك تساؤلات كثيرة حول حال الإعلام في مصر، الحكاية؟ الحكايه انه الاعلام المصري فيه عيوب هيكليه طول عمره، الاعلام العام طول عمره والاعلام الخاص منذ ان بدا. لكن لما بدا الاعلام الخاص كان في مرحله مصر بتشهد فيها بدايه تغيير، وكان هذا الاعلام عليه لكي يجد مساحه انه يتفاعل مع هذا التغيير. فالقنوات اللي نشأت قبل الثورة نشأت في الفترة اللي كان بدأ فيها المخاض البطيء يتحرك ببطء، وبدأ تبقى فيه مساحة انتزعها النضال الوطني الديمقراطي في الشارع وفي الإعلام. فالمرحلة دي والسنتين اللي بعد الثورة كان فيهم، يعني المرحلة دي كان فيها قدر من الحيوية وفيها قدر من الاختلاف، كان فيها أصوات متعددة، كان الإعلام الخاص عشان يجد المساحة، يعني يستحوذ على المساحة التي يسعى إليها وهو لسه ظاهرة جديدة، كان لازم يتعامل مع ما لا يتعامل معه الإعلام العام، ولذلك كان مختلف عن الإعلام العام. لكن هي المشكلة انه في عيوب هيكلية، في عيوب في هياكل المؤسسات الإعلامية، وفي عيوب مهنية جسيمة موجودة في المهنة الإعلامية، زي ما في مختلف المهن في المجتمع، من طب الهندسة التدريس للمحاماة، يعني كل المهن عندنا اختلالات فادحة فيها لأسباب كثيرة أهمها تدهور التعليم يعني. لكن الإعلام لما يبقى بيشتغل في مناخ في تعدد وفي تنوع، المناخ ده بيخفي عيوبه. فالفترة دي والفترة اللي عقبت الثورة مباشرة، بالذات بقى السنتين اللي بعد الثورة بكل ما فيهما من حيوية وتعدد وتنوع وانتخابات رئاسية، كان الإعلام عمل فيها شغل
غير مسبوق وغير ملحوق حتى الآن في 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 الحوارات، كان إعلام حوار حقيقي وفي أصوات متعددة ومتنوعة، والمجتمع كله بيجد نفسه فيه وبيقدر يجد تعبيرات عنه. لما دخلنا في مرحلة الصوت الواحد مرة أخرى وبقى الإعلام الخاص والإعلام العام تقريبا زي بعض باستثناءات قليلة جدا للغاية في الإعلام الخاص، يعني لا تكاد تزيد يعني عن أصابع اليد الواحدة، بقى الإعلام كله شبه بعضه تاني، بقى نفس الـ 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 الخطاب، بقى في اعتقاد أنه هذه المرحلة تحتاج إلى صوت واحد وتحتاج إلى ما يطلق عليه اصطفاف، يعني الناس كلها تقف في طابور وتقول نفس الكلام وتمشي نفس المشية، وإذا ما عملتش كده يبقى غلط، واللي يقول كلام مختلف حتى في تفاصيل يبقى مش وقته والبلد مش مستحملة والوضع مش مستحمل. فبتظهر بقى العيوب الجسيمة اللي في الإعلام زي ما كانت ظاهرة في الإعلام العام قبل ظهور الإعلام الخاص، لأنه في الإعلام في مزار الإعلام الخاص كمان الإعلام العام حاول إنه 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 يطور نفسه شوية، لأنه لقى نفسه بيهمش والناس بتقبل على الـ 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 الإعلام الخاص، فده فرض على الإعلام العام في الفترة اللي إحنا بنتكلم عنها والفترتين دول بدرجتين مختلفتين طبعا، فرض عليه إنه 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 يطور نفسه شوية عشان يقدر يحافظ على نسبة من الناس اللي بتتابعه ما يفقدش كل شيء. فاللي حصل انه الاعلام كله رجع بقى شكل بعضه، بقى شبه بعضه، فالوضع ده هو اللي بتظهر بقى فيه العيوب المهنية الاساسية. العيوب المهنية ممكن الناس ما تلاحظهاش، ما تاخدش بالها لما تبقى فيه حيوية، ولما يبقى فيه حاجات جديدة بيقدمها الاعلام كل يوم، ولما يبقى فيه نقاشات حقيقية، ولما يبقى فيه حوارات فيها قضايا حقيقية. لما 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 الإعلام بيفقد هذا المناخ بتظهر بقى العيوب الجسيمة اللي فيه، وده اللي حصل في السنتين الأخيرتين نتيجة الاعتقاد في إنه هو ده اللي مفروض، رغم إن إحنا عندنا دروس في العالم كله، عندنا دروس في تاريخنا. يعني إحنا عشنا مرحلة الصوت الواحد دي وجربناها في 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 فترة بالغة الأهمية في تاريخنا في أواخر الخمسينات والستينات، وكان مرفوع الشعار بنصه اللي هو موجود بمضمونه دلوقتي أو بمحتواه اللي هو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وشفنا صباح 5 يونيو 67 نتيجة هذا مجسدا على الأرض في الوقت اللي كان العدو اللي احنا كنا بنحاربه كان زينا عنده معركة ويمكن أكتر مننا، وكان بيستعد لحرب مع 3 بلاد مش مع بلد واحدة، ومع ذلك ما كانش عنده صوت واحد، كان عنده أصوات من أقصى اليمين إلى أقصى الـ 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 اليسار. الصدمة كانت لأن ما كان يقدم للرأي العام لم يكن هو الحقيقة، وبالتالي كانت هو دايما لما يبقى فيه صوت واحد لا يمكن تقدم الحقيقة، لأن الحقيقة بتظهر إزاي؟ ما هو فيش حقيقة مطلقة، الحقيقة بتظهر لما تبقى فيه يبقى فيه تنوع رؤى مختلفة، والناس هي اللي تستنتج ايه الاقرب للحقيقه فيها. طيب. انما ما نطلع اقول للناس كل يوم انا بقول لكم الحقيقه وبقول لهم نفس الكلام وما بقولهمش معظم اللي المفروض اقوله لهم وبخفي عنهم الحق، لان المشكله هنا مش بتكلم بس على الاراء والبرامج اللي هي بيطلق عليها توك شو اللي هي الحقيقه وان فويس شو مش توك شو واحد. انا بتكلم على التغطيه نفسها، التغطيه عاديه من جانب من 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 جانب واحد وكثير جدا من الاحداث كانها لا وجود لها، يعني اعلام يلغي ما يحدث في الواقع ويستبعده وكانه لا يحدث، وبعدين نيجي نعمل قانون يفرض على الإعلام كمان هذا. هنتناقش في القانون لأني عارفة وجهة نظرك أو الرؤى اللي حضرتك بتطرحها في هذه المسألة، لكن هروح لدكتورة هويدة وأنا أتحدث مع أستاذة ألم. بالتأكيد مسألة الاهتمام بالقواعد المهنية بمسألة الموضوعية هتكون شغل حضرتك الشاغل، لكن حضرتك هتسمع عبارة مصلحة الوطن وأن هذا الإعلام الذي توجهون إليه السهام الآن هو هذا الإعلام الذي كان أحد أدوات التغيير، سواء
تمهيدا لثورة 25 يناير أو 30 يوم. هذا الإعلام هو الذي واجه مبارك، وهو الذي واجه مرسي، وهو الذي نجح في إسقاط أو ساهم في تهيئة الرأي العام لإسقاط النظامين. فليه بقى شن الإعلام أو توجيه هذه الاتهامات ليه؟ ده لسان حال الناس. الناس بتقول اللي بتشتغل في هذه المهنة إحنا بنسعى لمصلحة الوطن، هكذا نرى مصلحة الوطن. ما احنا عندنا إشكالية أستاذة رشا، إيه هي مصلحة الوطن؟ احنا لم نتفق يعني، أو يعني ما عندناش ثوابت بنتفق عليها بحيث إن احنا نبقى عارفين إن هذه هي مصلحة الوطن، لكن لا ده لا يعني إن أنا قد أرى هذه المصلحة من وجهة نظر معينة أو بشكل معين، وقد يرى البعض الآخر بشكل تاني. دي إشكالية عندنا دائما، إن احنا كل عباراتنا كده مطاطة، قد يعني وقت ما نعوز إن احنا نقول إن هي دي مصلحة الوطن فنضيق على طرف وقت تحت دعوة هذه هي المصلحة. لأننا يعني يمكن دكتور وحيد أشار إلى فكرة إن احنا عندنا مشاكل هيكلية في الإعلام. المشاكل اللي هي الهيكلية اللي هي الأساسية، إن احنا ليس لدينا إلى الآن إعلام مستقل. يعني كلمة الاستقلالية في الإعلام، وده اللي احنا بنعاني منه في كل الفترات اللي مرت بها الإعلام، وهي طبيعة العلاقة ما بينه وما بين السلطة القائمة. دي إشكالية أخرى، يعني إشكالية مهمة جدا. ليس لدينا إعلام فعلا بيعمل بشكل مستقل، ودي قضية وإشكالية كبيرة جدا. إما بتلاقي الإعلام يعني يتبع يعني السلطة بشكل كبير جدا، ويتبع النظام السياسي القائم، وبالتالي ما يتم الخروج عليه عن هذا النمط يعتقد أنه هو ضد مصلحة الوطن، إذا ما كان ده مثلا طريق الإعلام الخاص على سبيل المثال. لأننا اعتدنا أنه في وسائل الإعلام أن تكون مرتبطة، أن تكون هي لسان حال هذه السلطة وليست لسان حال الدولة أو المجتمع ككل. فبالتالي بتجي هنا بقى انه طالما ما عندكيش يعني اعلام فعلا بيعمل بشكل، وده برضو لا ينطبق فقط على الاعلام الرسمي، لكن يعني ايضا ما نقدرش ننكر ان بعض الاعلام الخاص ليه اجندات خاصه وليه تعامل معين وليه مصالح معينه وليه مصالح سياسيه، واحيانا بيقترف كثير من الاخطاء المهنيه اللي هي ممكن حتى تتساوى هنا الاخطاء المهنيه ما بين سواء اعلام عام او اعلام خاص. خلينا نقول ان احنا عندنا كثير من الإشكاليات فيما يتعلق، يمكن حضرتك ذكرت ده، المهنية في حد ذاتها. ما أنا لو أنا بتعامل مع إعلام مهني هقدر أقول إن أنا لازم أكون متوازنة، لازم أكون موضوعية، قد يكون ليا وجهات نظر، قد يكون ليا طبعا توجهات، وده يعني موجود وموجود في كل دول العالم. ما نقدرش نقول إن في إعلام بيبقى يعني ليست لي توجهاته العامة. صحيح، كل إعلان ليه هذه التوجهات. المحطات الأمريكية مثلا كل محطة كل والمواطن بيبقى عارف هذا التوجه مثلا يساري، هذا توجه يميني، هذا توجه، لكن ده لا يمنع هذه التوجهات من إن هو يلتزم بضوابط معينة، يلتزم بقواعد معينة، لا يغيب الطرف الآخر زي ما قال الدكتور وحيد، لا يكون متوازن حتى في الآراء، ولا يخلط أو يعني الحقيقة يقدمها من يعني مجتزأة أو من جانب واحد فقط، أو يغيب بعض الحقائق. ما إحنا عندنا أحيانا وتحت بقى دعوة ممكن يكون المصلحة العامة تقتضي إن أنا لا يعني ما لا أتحدث عن أطراف أخرى أو عن اتجاهات أخرى أو عن آراء أخرى، وألتزم فقط ب أو يعني أخذ الحقيقة من وجهة النظر إن هي دي الرأي الصائب، وهي دي يعني حقيقة الأمر. فإحنا هنا أحيان كتيرة بنخلط ما بين ما هو واقع وما هو إحنا عايزين يعني نجتزئ إيه من هذا الواقع ونقدمه تحت دعوة إن دي مصلحة عامة أو دي مصلحة وطنية. طيب دكتور، في الصحافة لو حد فينا بيمسك جورنان او موقع بيبقى باين فيه الفرق ما بين الخبر وما بين الراي، يعني انا لو عايزه اقرا خبر هلاقي خبر مكتوب صحفي كتبه، عمود هلاقي الدكتور وحيد ليه عمود بيكتب فيه وجهه نظر معين. البعض بيقول ما هو اصلا في كمان في حتى من الناحيه العلميه في برامج للراي. صحيح، هنا برامج للراي وهنا برامج للخبر. اللي عايز يقول انه بيقدم نيوز كارنت افيرز يبقى بيقدم احداث جاريه، بيقدم فيها اخبار بالمعنى الحقيقي للاخبار، واللي بيطلع على الشاشه ويقول اراءه هو يعبر عن شكل معين من الإعلام، وهو ليه قابلينه في الصحافة ومش قابلينه في التلفزيون؟ لا، هو مقبول ان احنا نقول، هو الغير مقبول انك تخلطي الاتنين ببعض، او ان انت تقدمي ما هو يعني رأي على ان هو ده
الواقع او هو دي الحقيقه يعني عدم الخلط بين الاثنين هو ده اللي بيسبب يعني كثير من الاشكاليات. ان انت يعني من حقك ان انت طبعا يكون عندك برامج دي بتقول رأي. اراء معينه وانت بتعليني ان هذا هو الراي، لكن ده لا يعطيك الحق ان انت تسفهي في للاراء الاخرى او ان انت تمنعي ده، لان ده حق الجمهور ان هو يعرف، يعني ده حق الجمهور في المعرفه انك تقدمي له الاراء المختلفه علشان هو عايز يقدم يعني او يكون وجهه نظر معينه. لكن بتعلني ده ان ده طبعا دي برامج للراي، ان يعني الواقع هو كذا لكن انا بارى هذا الواقع بهذا الشكل، لكن ده لا يعني ان انا كل اللي انا بقوله هو ده الحقيقه هي، لكن هي دي توجهي. لكن احنا اللي بيحصل ويمكن في النقاش اللي كان دائر دلوقتي ان اللي بيحصل انه لو قلتي راي مخالف يبقى هو دي يعني خيانة، هي دي يعني شيء غير يعني مقبول، يعني على الصف الوطني يعني. بالضبط، احنا ما عندناش حتى مساحة في السماع لوجهات نظر أخرى أو للتقبل يعني الآراء أخرى. صوت المعارضة خافتا يعني مش واضح قوي الآن، فكرة التنوع اللي الدكتور وحيد بيتكلم عليها مش معقول كل الناس ماشية الناحية دي، أكيد في ناس وجهة نظرها إن احنا نمشي الناحية التانية. لكن أكيد، وهذا لا يعني ان هذا الطرف يعني غير وطني او ان هو يعني نتشكك في توجهاته، لكن خلينا نعترف ان احنا فعلا في هذه المرحله بنعيش مرحله صعبه وعندنا تحديات، لكن هذا لا يعني انه هذه التحديات تخلينا ان احنا يعني نفقد بعض الثوابت الاعلاميه المهمه والقواعد الاعلاميه المهمه اللي هي من اهمها ان احنا نكون على الاقل في قدر من الموضوعيه في تناول القضايا. في مشكله كبيره جدا ان ما نقدرش نمسك حاجه بايدينا بتقول ان السلطه او ان النظام هو الذي يسعى الى ذلك، يعني ربما دي تبقى ما دخلتش انت في النوايا قوي، مش قادرين نمسك حاجه. احيانا يا دكتور المساله ان بتبقى في ناس ملكيين اكتر من ملك، ما قال لهمش امشوا في السكه دي، ما قال لهمش قولوا الكلام ده، لكن هم وهذا جزء من الثقافه او يعني. وانا اتحدث مع حضرتك تحديدا، انا يعني ابن مؤسسه عريقه، مؤسسه الاهرام، لا يمكن باي حال من الاحوال تجد ان هناك اختلافا حقيقيا بين الاهرام في عهد السيسي عن الاهرام في عهد مرسي عن الاهرام في عهد مبارك، هي نفس هذا الطابع الرسمي للدوله. فكره نشره الاخبار، ان تتصدر في التلفزيون المصري اخبار الرئيس والحكومه النشره، هل هناك من يكبر هذه المؤسسات اللي المفروض ان هي تقوم بالدور الاعلام المستقل بقى، لان ده هذا هو اعلام الدوله يعني بتاعنا كلنا كشعب. مين اللي بيقول ان النظام بيجبر الناس دي ان هي تمشي في الطريق ده؟ الخلل الهيكلي اللي في هذه المؤسسات انه السلطه هي التي تعين رؤساء تحرير هذه الصحف، وهي التي تغيرهم، وبالتالي بيبقى عندهم من البدايه اقتناع بانه هذا هو الطريق لكي يستمروا في مناصبهم. فده جزء من الخلل الهيكلي اللي احنا بنتكلم فيه. وفي خلل هيكلي في المؤسسات العامه، المؤسسات الاعلاميه العامه والصحفيه والتلفزيونيه، وايضا في خلل في بس الخلل بيختلف، انما في خلل هيكلي وفي خلل مهني في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاثنين. وهي الحقيقه الـ يعني احنا مش معنيين قوي في هذا الموضوع بانه السلطه بتقول بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، بتوحي ولا ما بتوجه، انما الحاله اللي موجوده اللي احنا بنصفها وبنشوف هي هتودينا على فين، هي دي اللي بتعنينا في النهايه. لانه الحقيقه ان الحاله دي اول من يتضرر منها هو السلطه. يعني 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 اللي بيدفع ثمن هذه الحاله هو السلطه التي قد يحلو لها هذا الوضع او هذه الحاله. وده يعني الكلام ده من قرنين من الزمن. يعني احنا لو رجعنا للي قاله نابليون بونابرت وهو طالع على المركب اللي بتنقله للمنفى في سانت هيلانا بعد هزيمته في معركة وترلو، نابليون بونابرت زينوا له انه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وكان في صحافة مزدهرة في فرنسا في الفترة اللي هو تولى فيها السلطة بعد الثورة بعشر سنين، الثورة الفرنسية. فبدأ يغلق أو يقبل إغلاق أعداد متزايدة من الصحف، وفي نفس الوقت بدأت صحف هي نفسها تغلق لأنه لم يعد هناك إقبال عليها،
لانه كان في وقتها لما تولى نابليون بونابرت كان في 24 صحيفه يوميه غير الصحف الاسبوعيه، بقوا كلهم شبه بعض، فالقارئ بدل ما يشتري اربع او خمس صحف فبقى بيشتري واحدة. زي ما بيحصل دلوقتي يعني في فتره سابقه كان في قراء بيشتروا اربع وخمس وست صحف القادرين يعني، دلوقتي هو كلهم زي بعض. او على الاقل كان فكره الثنائيه ما بين الاهرام والمصري اليوم مثلا، حاجه تحب تشوف ده وتحب تشوف ده، لان ما بقاش في فرق بينهم يذكر يعني يعني المساحه الوحيده اللي فيها اختلاف هو مقالات الراي الاراء، والاثنين فيهم تنوع في الـ في الـ في الـ في الاراء. بس اللي انا اقصده يا دكتور وحيد، وايضا ده هطرحه على الدكتوره هويده، ان لا تتحمل السلطه مسؤوليه ذلك، ولكن نحن من نتحمل هذه المسؤوليه. يعني في احنا طول الوقت بنتكلم عن مراحل خريطه المستقبل، الانتخابات الديمقراطيه، الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه والدستور، ولا احد يتحدث عن ميثاق الشرف الاعلامي اللي كان من النقاط الرئيسيه طبعا، لانه هذا 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 الميثاق ليست له تقاليد، وهذه مرحله التقاليد اللي كانت موجود فيها اللي كانت موجوده قبلها بتزال. يعني انت عايزه تبني تقاليد جديده وانت مش قادره تحافظي على ما بقي من تقاليد مهنيه محدوده كانت موجوده عندنا. وسواء بقى ان السلطه التي تريد او دي مصالح خاصه برؤساء التحرير او بملاك صحف او قنوات تلفزيونيه، في النهايه احنا بنتكلم عن الحاله اللي بتلحق الضرر بالبلد كلها وبالوطن كله تحت شعار الوطنيه. يعني احنا شلنا ال- 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 الدين وحطينا بداله الوطنيه، يعني بقى بدل التكفير بقى في تخوين او تكفير سياسي. الدور يعني شكل القنوات الدينيه اللي كان موجود في فترة معينة اللي بتحرض وبتنشر الكراهية وبتدمر نسيج المجتمع بتعمله دلوقتي قنوات أخرى، أو معظم ما في قنوات أخرى وتحت شعار الوطنية، بدل ما كان بيتعمل تحت شعار الدين هو بيتعمل تحت شعار الوطنية. إنما الـ 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 الخطاب هو خطاب مدمر لكل ما يمكن أن يحقق مصلحة الوطن. وامتى هذا الصوت الواحد وهذا النوع من الاعلام حقق مصلحه وطن اي وطن؟ ليه ما حققش مصلحه مصر لما كان موجود في الستينات؟ وليه بعديها بست سنين لما بدا يبقى في انفتاح شويه نتيجه الصدمه بتاعت 67 وبعد بيان 30 مارس بتاع عبد الناصر لما بدا يفوق من اللي كان فيه، من الغيبوبه اللي كان فيها، ومعتقد ان هو ده الاصطفاف وصورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، لما بدأ يفوق من هذه الأجواء الوهمية وبدأت البلد تنفتح وجه السادات وبقى فيه انفتاح شوية وخضنا حرب عظيمة جدا وحققنا فيها انتصار تاريخي في ظل إعلام كان أفضل، في أصوات متعددة، في ظل مساحة من الحرية، كان في مظاهرات مش بس في الجامعة، في الشوارع كان في مظاهرات في ميدان التحرير بدأت طلابية وانضم إليها مثقفين، كان في بيان تاريخي وقع عليه كبار المثقفين في مصر اللي عمرهم ما أخدوا مواقف سياسية زي توفيق الحكيم ونجيب محفوظ دعما لحركة الطلاب. كل ده خضنا بيه معركة الوطن وانتصرنا فيها. لما كان البلد جثة هامدة ما فيهاش غير صوت واحد، شفنا اللي حصل صباح 5 يونيو 67، تحولنا إلى جثة هامدة في دقائق. وده حصل في التاريخ، بقول لحضرتك التاريخ الحديث من اول نابليون بونابرت. بس اللي انا اقصده يا دكتور وحيد ان العلاج لابد ان يكون من الداخل، ليس هناك ما يثبت من الناحيه الموضوعيه ان السلطه تتحمل مسؤوليه ذلك، ولكن الحقيقه ان الناس اللي بتشتغل هذه المهنه هي الغير راغبه في اقامه هذه القواعد او في اقامه. ربما مثلا سمعت تصريحات الرئيس الاخيره في نيويورك وهو بيتحدث عن ان حريه الاعلام في مصر الان غير مسبوقه، يعني لا حد بيقول لحد ما تقولش، ولا حد بيقول لحد قول. ربما زي ما الدكتور وحيد بيقول احيانا يدفع النظام ثمنا
لأصوات تتحدث باسم الرئيس وتتحدث باسم السلطة وتتبارى دفاعا وهي تضر النظام. لو النظام عنده وعي بأنه سيدفع ثمن والبلد كلها ستدفع ثمن، مش هو لوحده بس هو هيدفع ثمن من سلطته ومن قدرته على الاستمرار، لابد أن يسعى إلى تصحيح هذا الوضع. يتدخل؟ طبعا. هنا سيقال أن الدولة تتدخل في حرية الإعلام. يتحدثوا باسمه يقول إن فيش حد بيتحدث باسمي على الأقل. يعني على الأقل ياخد مسافة عن، إنما 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 الواضح إنه في ترحيب شديد وفي اعتقاد بأنه زي ما كان موجود في الستينات. إيه مؤشرات الترحيب دي يا دكتور؟ يعني ما الذي يؤكد مثلا أن بعض الأصوات التي تعلو أو تظهر في بعض الفضائيات وتتبارى في الدفاع عن وجهات نظر الرئيس أو عن وجهات نظر السلطة هي تعبر عن وجهة نظر؟ يعني ما الذي فعله يؤكد ذلك؟ لا، مش ليس من الضروري أن يفعل شيء، إنما أن يكون هذا الوضع يستمر طول هذا الوقت ويزيد، هذا 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 في حد ذاته مؤشر. يعني انه عدم هم اللي إدراك. بيعملوا مش هو عدم اللي بيقول لهم ايوه، بس في 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 طريقه ان انا اخد مسافه عن حاجه انا مش راضي عنها من غير ما اتدخل، ان انا يعني اعبر بشكل غير مباشر عن انه هذا الوضع لا يحقق مصلحه الوطن. طب انا اقول حاجه، موقف يا دكتور، انما وانا اخر واحده ممكن اكون بتولى الدفاع عن النظام او السلطه. الرئيس لقن الإعلام درسا حينما اعتذر لتميم عما مارسه الإعلام المصري من تجاوزات ضد أسرته في هذا اليوم. أنا أعتقد أن كان على الجميع أن يقف أمام نفسه، لأن كأن الرئيس كان بيعتذر عن أخطاء ارتكبناها نحن، وكأنه يؤكد رسالة غير مباشرة. ما هو بهذا الاعتذار كأنه بيؤكد أنه هو أن هذا الإعلام يتبعه. يعني ما انا 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 لا اعتذر عن شيء، انا لا اعتذر عن شيء، انا لو انا غير لو انا غير مسؤول عنه. لا، يعني الاعلام في اي دوله ديمقراطيه متنوع ومتعدد وفي اصوات مختلفه، ولا يمكن. يعني هو السؤال، ما الذي يؤكد ان السلطه يعني اصل مش هو ده الموضوع يا رشا، انه السلطه ولا مش السلطه، انا بنتكلم على حاله قائمه وموجودة في ظل هذه السلطة. أنا مش قضيتي خالص هل السلطة هي اللي بتصنعها ولا ما بتصنعهاش، إنما أنا قضيتي هذه الحالة، ما هي الكارثة التي ستأخذنا إليها. صحيح. وستأخذ هذه السلطة معنا إليها، هو ده الموضوع. يعني أنا المركبة تغرق بالجميع، لا يعنيني يعني. إن أنا أجمع مؤشرات وأنا أشوف إن السلطة صنعها ولا مش صنعها، إنما هذه هي الحالة الموجودة في عهد هذه السلطة. ما كثيرين ممكن يقولوا ان هو جمال عبد الناصر كان ماله ومال اللي حاصل، اللي احنا دفعنا ثمنه في 5 يونيو 67، انما كان هو ده اللي كان حاصل في ظل هذه السلطه واللي كان مستمر واللي ادى الى هذه النتيجه. فالقضيه هي انه ما يزعم انه يحقق مصلحه الوطن هو الحقيقه بيلحق افدح الاضرار بهذا الوطن. الوطن بيبنى بالمشاركة. الأوطان كلها بتبنى بالمشاركة، بالتنوع وبالتعدد. يعني كل ما بقى فيه ظهور بتتفتح في أي مجتمع، كل ما هذا المجتمع بيتقدم ويبقى بستان، كل ما يبقى فيه صوت واحد هذا المجتمع بيتصحر. طيب. وبعدين الصوت الواحد ده هو مقتل الإعلام. يعني الإعلام بيقتل نفسه عندما يأخذ هذا الاتجاه دون أن يدري. وإحنا شفنا أنه كان في محطات كان فيها مذيعين عندهم أصوات مختلفة شوية، طريقتهم مختلفة شوية، ولم يستمروا. مش قضيتي بقى مين المسؤول عن هذا، هل من لديه مصلحة في إسكاتهم في المحطة؟ ربما المناخ العام كان طاردا بشكل كبير. المناخ العام كان طارد يعني، وهنا المناخ العام يتدخل في توجهات الرأي العام. يعني ربما البعض يقول احيانا الراي العام بيبقى ضاغط، بيبقى يعني نتيجه، يعني احنا شفنا ده في مرحله مثلا على سبيل المثال، يعني برنامج باسم يوسف مثلا على سبيل المثال كان ليه شعبيه كبيره جدا، وكان الناس يعني متقبله لما كان المناخ العام ضد توجه معين. صحيح. حدث طبعا، يعني ما نقدرش نقول برضو او نطلق يعني اللوم على ان السلطه هي اخذت قرار باغلاق هذا البرنامج مثلا على سبيل كم المثال. كم الهجوم الذي كان يتعرض من له الرأي
من الرأي العام نفسه. من الرأي العام نفسه. ليه؟ لأن هنا المناخ كان مختلف، كان تغير، وكان الناس عندها توجه يعني مختلف، فبالتالي يعني هي اللي يعني اللي رفضت هذا النمط في هذا التوقيت بالذات. فطبعا أنا أتفق في في في, في تغيير كمان مهم جدا، قدر الشعبية التي يتمتع بها هذا الرئيس. يعني هناك شعبية جارفة يتمتع بها تجعل طبعا من يؤمنون به بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي بيخلي من يؤمن يعني او بيتصور انه اي رأي مخالف يبقى هو يبقى اكيد ده ضد الرئيس وضد 30 يونيو وهذه يعني ده اللي بيدي هذا الانطباع ونتيجة الشعبية اللي يعني اللي انت بقى فعلا اتكلمتي عنها، فبيدي انطباع انه ان ده معناته خروج على ما تم الاتفاق عليه في 30 يونيو، ان احنا هيبقى لينا مسار معين وان الاعلام لابد ان هو كمان يقود الى هذا المسار. انا هرجع للجزئيه اللي قلتي عليها فيما يتعلق بهل السلطه هي اللي بتفرض. يعني احنا ما نقدرش ننكر برضو ان احنا كان عندنا ميراث وتجربه انه الاعلام كان بيعتبر اداه من ادوات السلطه، يعني كانت بتعتقد ان ده هو الصوت المعبر عنها. الاعلام الرسمي، الاعلام الرسمي طبعا. احنا كنا ما عندناش غير اعلام رسمي لفترات طويله قبل ما يظهر الاعلام الخاص ويبتدي يتناول اشياء لم يتناولها الاعلام الرسمي، لان هو اعتاد هذا الاعلام ان هو يكون انعكاس لرغبات او يعني توجهات السلطه التنفيذيه. ولكن زي ما الدكتور وحيد قال لم ينقذ هذا الاعلام الرسمي النظام في الاخر. ظهر بالتالي ظهر ظهر عندنا النموذج اللي حضرتك بتقولي عليه، انه اصبح الاعلاميين نفسهم او من يعملون في الاعلام هم اللي حريصين على هذا التوجه اكثر من ان هي بتفرض عليهم ك يعني كسياسه او كضغط، بيتبرعوا يعني دون ان يعني طبعا، لان ده كان وده شفناه مثلا كان في مساله الحمله على تعديل الدستور. يعني الرئيس تحدث عن عباره النوايا الحسنه، تولى فريق وكاننا هنهدم الدستور وكان لابد من تعديل الدستور. وطبعا يعني مساله النفي او الاثبات هنا لعبت دور مهم يعني. صحيح. لكن انا عايز اسال سؤال كنت بساله من زمان قوي مش عارفه اصل الاجابه ليه من اول ما اشتغلت المهنه دي، هل يسير الاعلام وراء الراي العام ام انه يشكل الراي العام؟ لان انا فاكره تجربه لما كانت حرب الولايات المتحده على العراق، كنا موجودين في التلفزيون المصري، كنت بعمل في هذه الفترة في التلفزيون المصري لغاية الساعة 4 الفجر، وكل اللي كنا بنذيعه في التلفزيون المصري أن الولايات المتحدة ستتلقى درسا كبيرا إذا ما دخلت حرب مدن في بغداد. روحت البيت 4:10 سقطت بغداد في أيدي الأمريكان دون حرب شوارع. فسألت طب ليه إحنا كنا ماشيين؟ يقولوا لي لأن الرأي العام ما كانش عايز يسمع أن بغداد ممكن تسقط في أيدي الأمريكان، كان يريد أن يسمع شيئا اخر. لا ده تزييف للراي العام، يعني ده ما هوش توجيه للراي العام يعني، حتى لانه المفروض طبعا يعني انه الاعلام خصوصا في مجتمعاتنا المفروض ان هو يبقى ليه دور اكبر من ان هو يكون مجرد انعكاس للتوجهات الراي العام. وما تنسيش ان كمان الاعلام هو اللي بيساهم في جزء من تشكيل الوعي وتشكيل هذا الراي. المفروض انه الاعلام هنا يبصر الراي العام، يعني هو وظيفته ان هو يقدم المعلومه اللي هي تخليكي ان انت تبني وجهه نظر. صحيح. او يكون صحيح. عندك اتجاه معين. هي حتى كلمه اعلام جايه من اعلام، يعني اعلامك بمعلومات يعني ما تقدم لهم الحقيقه، تقدم لهم المعرفه المعلومه. وكمان هو الإعلام هنا كمان ممكن يبني أجندة الناس، يعني يبني اهتماماتهم نتيجة أنه هو مثلا يهتم بقضايا معينة، عشان كده بنقول أنه ممكن يرتب أولويات، أنه ممكن يخلي القضية دي مثلا في مقدمة اهتمامات الناس. لا، الإعلام بيقدر بيصنع، يقدر يشكل اتجاهات الناس، وهو مش لازم يكون هو يتبع هذه الاتجاهات، يعني هو اللي يمشي وراء توجهات الناس. لا، ده هو اللي المفروض ان هو يشكل الوعي، يشكل وجهة النظر، او يساهم في ده. والمفروض ان احنا في مجتمعاتنا برضو الاعلام يكون ليه دور اعمق من ان هو مجرد يعكس اللي هو موجود في الواقع فقط. لا، ده هو المفروض ان هو ياخد بايد المواطن ان هو يكون اكثر يعني وعيا، اكثر تنويرا، مش اللي هو يمشي وراء التوجهات اللي موجوده. يعني مش لازم اقدم للناس هم اللي عايزين، ما هو ده نوع من التخدير يعني.
ان انا اقدم له او اغرقه مثلا في حاجات واهليه عن قضايا الرئيسيه. ما ده اللي كان بتحصل في احيان كثيره جدا في المجتمعات والنظم السلطويه والشموليه. لا بقى لنا فتره بنسمع نغمك يا دكتور وحيد، الناس مش عايزه كلام في السياسه، ما تكلموش ناس في السياسه، الناس من ثوره يناير حتى الان وهي شبعت كلام في السياسه. فلما تلاقي حد بيرد يقول طب ما اصل احنا شبعنا كلام في السياسه عشان كنا بنهدم حاجات معينه عشان نبني حاجات جديده، فلما نيجي نبني هنسكت في السياسه؟ فيتقالك اه بقى خلاص بقى كفايه الراي العام، لا عايز يسمع سياسه اديني في الخفيف. لا هو شوفي اصل ده برضه اختزال لمفهوم السياسه. اختزال لمفهوم السياسه في الكلام في النظام السياسي في انتخابات في برلمان. انما الحقيقه كل حاجه في حياه الناس لها علاقه بالسياسه. يعني انا بتكلم في التعليم انا بتكلم عن سياسه تعليميه، لما بتكلم في الصحه بتكلم عن سياسه صحيه، لما بتكلم يعني اي قضيه من الـ من الـ من القضايا موضوع الميه والمشاكل اللي فيها واللي هتحصل فيها هي لها علاقه بالسياسه. الزراعه والبؤس بتاع الفلاحين هو مرتبط بسياسات زراعيه. كل اي قرار هو فيه طالما انه فيه اختيار بين بدائل فده سياسه. اي حاجه فيها اختيار بين بدائل متعدده دي بيدخل فيها بعد سياسي على طول. انما اللي انا موافق عليه انه يعني السياسه بمعنى المشاحنات والخناقات السياسيه الناس دي الناس لانه حصل افراط فيها في فتره ما بعد يناير بعد ثوره يناير، وحتى من 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 قبل ثوره يناير كان 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 بدا، ودي فتره الاعلام فيها كان حيوي جدا ومزدهر جدا فيها يعني. لكن الجرعه كانت شديده، وده سوق زي اي سوق. يعني هو تشوف القاعده العامه في السوق انه لما بيحصل تشبع في لحظه معينه الناس بتنصرف شويه، بتشبع بسلعه باي سلعه من تنقص المنفعه الحديه اقتصاديا يعني بالظبط، فبيبتدي انصراف عنها في مرحله ثانيه. انما الحقيقه انه اللي الناس محتاجاه هو انه يبقى انهم يسمعوا تصورات وافكار مختلفه ومتعدده ومتنوعه عن قضايا كثيره جدا الخيارات اللي فيها كلها هي خيارات سياسيه. يعني اصلاح نظام التعليم البائس اللي عندنا ال 20 مليون اسره بيعانوا منه دي قضيه سياسه في 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 الحقيقه. موضوع الرعايه الصحيه وانقاذ الناس من الموت لانهم مش قادرين يدخلوا مستشفيات، والناس اللي بيروحوا بيطردوا من المستشفيات ومستشفيات عامه حالتها دي قضيه سياسيه. الناس محتاجه يبقى فيها نقاش جدي بين تصورات مختلفه وافكار وبدائل. ايوه يا دكتور، بس بما ان حضرتك ذكرت السوق والدكتوره هويده تشاركنا في هذه المساله، السوق والسوق الاعلامي فكره بقى انك تقول اعلام ورساله تنويريه والحاجات دي ما بتاكلش في السوق. لا بصي، هو انا برضو في حاجه يعني لازم مش عارفه اللغه العربيه بتاعت النهارده خليتها تتنحى جانبا، تحتاج مراجعه وهي حكايه يعني استسهال الكلام عن الراي العام. صحيح انه في حاجه اسمها راي عام كده في المطلق. لا مفيش حاجه اسمها راي عام في المطلق. صحيح. وفي العصر ده بالذات صناعه الراي العام دي من اسهل ما يمكن. في حاجه اسمها كتائب اعلاميه، كتائب الكترونيه بتتعمل وبتتنظم وكانت موجودة أيام الإخوان وموجودة دلوقتي وهتبقى يعني سهلة جدا يعني فحكاية إنه في إن أنا أعمل حملة على أي حاجة دي من أسهل ما يمكن. إن أنا أطلق حمل تخوين على أي حد، برنامج بتاع أطلع له شوية 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 شوي بلطجية يتظاهروا قدام المكان اللي بيتسجل فيه، وبعدين اعمل عليه شويه حمله على الفيسبوك والبتاع ومحتاج فيها 100 واحد يقعدوا يعني لا دي ده مش راي عام. انا اتكلم عن راي عام لما يبقى عندي مراكز تستطيع قياس الراي العام واستطلاع الراي. احنا عندنا مركز كان في شهر مايو 2013 وانا كنت مع مدير هذا المركز في حلقه من الحلقات، وكان عامل استطلاع بيقول انه شعبيه مرسي قلت بنسبه 1% وشعبيه جبهه الانقاذ قلت بنسبه 10%.
ده الكلام ده في مايو 2013، ده استطلاع رأي عام، استطلاع رأي عام اتعمل، ومركز من المراكز المشهورة جدا اللي بتعمل استطلاع. بس دكتور زي ما حضرتك أستاذنا رأي العام متغير طبعا، رأي العام متغير يعني لهذا السبب لهذا السبب ما اقدرش اتكلم عن رأي عام مطلق. مفيش حاجة اسمها رأي عام مطلق، ولا في ولا عندي وسيلة لقياس الرأي العام في مصر. فإنما إنما إنما اللي بيحصل إنه بيبقى من السهل جدا إن أنا أقدر أعمل حملة توحي بإنه في رأي عام في هذا الموضوع، وأرتب عليها نتائج وابتدي أتحرك في هذا الاتجاه. أنا يبقى عندي رأي عام لما يبقى فيه حوار جدي في المجتمع، نقاش جدي. يعني ما النهاردة الدستور اللي البعض عايز يعدله ده شارك في الاستفتاء عليه 20 مليون وشوية، 98% منهم قالوا ومع ذلك النهاردة بيقال انه الرأي العام عايز يغير هذا 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 الدستور، وبيتقال فيه اكاذيب رهيبة وايضا من خلال الاعلام، ومعظم الكلام الذي يقال عن عيوب هذا الدستور هي إما كانت المزايا اللي بيتم إما أكاذيب أو سوء فهم. ونفس الناس اللي بيقولوا هذا الكلام هم اللي كانوا بيرقصوا ساعة الاستفتاء على هذا الدستور، وساعتها كانوا بيقولوا الرأي العام، والنهاردة بيقولوا الرأي العام. الناس فاهمة الناس فاهمة وواعية وقادرة تقول إن صحيح. فالحقيقة أنا الحالة دي ما أقدرش أسميها حتى حالة إعلامية، لانه زي ما انت قلتي انه الاعلام ان انت تعلمي اول حاجه فيه قبل اي حاجه، يعني قبل اي حاجه انه أن انقل الى الناس ما يحدث. مساله بقى الاراء والبتاع دي تيجي في مرتبه تاليه. انما عشان يبقى في اعلام اصلا لازم ان انقل للناس حقيقه ما يحدث من كل جوانبه بخيره وبشره. لازم كمان في حريه تداول معلومات، ما يعني ما اصلا هنقل ازاي لو ما عنديش حريه تداول معلومات؟ يعني المهنه بتاعتنا دي صحيح. طبعا لازم في حريه تداول، ولازم يبقى الاعلاميين والصحفيين عندهم الحق في الوصول للمعلومات، ما اجبرهمش بالاعتماد على مصادر رسميه. ما اقدرش اقول له بس انت واعمل له حاجه 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 فضفاضه جدا اسمها الجرائم الارهابيه، ان انت ممنوع ان انت تنشر عنها اي حاجه او تبث عنها اي حاجه. ده قانون مكافحه الارهاب حاجه تتكلم عن مؤد بعض يعني ده 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 كلام لا علاقه له بهذا العصر، يعني ولا علاقه له بالامن القومي. يعني انا افهم الامن القومي جيدا انه اقول، وده موجود من غير من قبل هذا القانون، موجود من زمان، انه لا يجوز نشر معلومات عن القوات المسلحه او المخابرات العامه الا بالرجوع اليها، وده موجود في القانون. يعني موجود في القانون المصري من الخمسينات. ده امن قومي صحيح. انما الجريمه الارهابيه ايه اللي هو ايه؟ يعني يشمل ايه بقى وما يشملش ايه؟ انه لازم يبقى في مصادر رسميه، يعني زي مصلحه الوطن كده، يعني مصطلحات كبيره. فالحقيقه ان احنا بنعمل حاجات يعني بتلحق بينا كلنا ضرر فادع، بما في ذلك السلطه اللي هي على الاقل صامته على 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 هذه الحاله اللي بنسميها حاله بين قوسين وبين مزدوجين، حاله اعلاميه، وهي الحقيقه ملهاش علاقه بالله. ما فيش اعلام في العالم في هذا الوعظ السياسي بالساعه وبالساعتين. ما عندنا في الاعلام المتقدم في العالم ما فيش برنامج بيزيد عن ساعه. لا ده في 25 دقيقة والناس بتعرف ازاي تركز كلامها وبتاع. مفيش حد بيطلع يقعد يتكلم ساعتين يوعظ زي ما يكون في خطبة جمعة دايما بيقال دكتورة هويدة ان الناس زهقت من شكل الاعلام اللي موجود، وان خلاص الناس مش عايزة الكلام ده، وبالتأكيد الناس عايزة شكل تاني. هل هناك مؤشرات على الارض بتدي لحضرتك كأستاذة للاعلام ان تغييرا ما سيحدث خلال الفترة القادمة من ناحية توجهات الرأي العام؟ مفترض بقى ان هنا قادة الإعلام يستجيبون إلى هذه المؤشرات اللي بتقول إن الناس عايزة حاجة تانية، عايزة زي ما الدكتور وحيد بيقول التنوع والرؤى المختلفة والحيوية والرأي الآخر، وعدم السير في اتجاه صوت واحد، والبعض الرموز اللي موجودة بشكل وتعبر عن صورة معينة لا تحظى الآن بنفس القبول. هل ده مجرد كلام فضفاض، ولا هناك مؤشرات على الأرض تشير إلى أن تحول ما سيحدث على الساحة الإعلامية؟
لا هو اكيد طبعا احنا خلينا نقول ان احنا ما عندناش النقطه اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي فعلا قياسات حقيقيه تقول ايه توجهات الراي العام، يعني علشان نقدر نتكلم نقول ان ده توجه عام وبنستسهل او استخدام طبعا هذه الكلمه. ما عندناش يعني مثلا احنا بنقول انه الجمهور هو، يعني حضرتك قلتي انه الاعلام ده عندنا لان هو الجمهور هو عايز كده، ان هو ده يعني البضاعه الرائجه. برضو احنا هنا بنظلم الراي العام لان بينطبق عليه دي مقولات بتتداول على ان ده احنا عرفنا ايه هو الناس عايزه ايه يعني. واحكام مطلقه بدون ان احنا يكون عندنا بالفعل ما يعني يقيس بشكل، وده شيء مهم جدا ولابد ان احنا ننتبه اليه، انه علشان حتى نطور من ادواتنا الاعلاميه لازم يكون في جزء من اللي احنا بنقول عليه تشوفي رد فعل الناس ايه تجاه ما يتم تقديمه. يعني ليست فكره برضو حصر المساله في نسبه المشاهده عشان والاعلانات هي دي اللي بتحدد، هي للاسف ده المعيار اللي بيحكم السؤال. هو ده معيار يعني بيحكم وبتقوم بيه بعض الجهات اللي هي احنا عارفين برضو ان هي ما بتديش، وقد يكون مسؤولا عن استمرار الحاله اللي احنا فيها حتى الان يعني. طبعا لان طول ما انت بتقولي خلاص انا بقدم النمط ده لان الناس هي عايزه كده وان ده بيترجم الى اعلانات بتتقدم بشكل اكبر، يبقى هو ده البضاعه المطلوبه. لا يعني المفروض يكون في فعلا عندنا يعني طرق لقياس التوجهات والرؤى ومدى الرضا، وتقول لنا يعني ايه هي فعلا الناس يعني بتستفيد ايه مما يقدم من ماده اعلاميه، ايه هي عايزه ايه، عايزه تشوف نفسها ازاي في وسائل الاعلام. ما احنا بنقدم حاجات ونقول هو ده اللي عايزه الجمهور، اما بنكتفي من هو ده اللي متنوع. عايزه يعني طبعا بالظبط عشان كده بنقول لو عملنا يعني ساعات تلاقي ست بسيطه تقول لك الله ده فلانه دي ست زي الفل صحيح. وبتحل مشاكل الناس وبتعالجهم وبتعمل لهم كل حاجه، فتلاقي الثانيه النخبه تقول لك ايه اللي هي بتعمله ده او ايه اللي يقدم. لا يعني خلينا نعترف كمان ان ما اقدرش اقول ان انا بتكلم باسم كل جموع الناس، ما هو انا لازم برضو ان انا اعرف ان انا عندي انماط مختلفه من الجمهور، مش كلهم بنفس المستوى ولا بنفس الفكر ولا بنفس الاحتياج كمان صحيح. فعشان كده هو الاساس ان انت كمان تقدمي يعني حاجات احنا عندنا مثلا ظاهره التوك شو لما ظهرت او سميناها ظاهره ليه؟ لان بدات كل البرامج على نفس النمط وتقدم نفس الموضوعات. محتاجين ان احنا فعلا نعرف هو الناس عايزين ايه بس بقياسات بقى حقيقيه، ونقدم اشياء متنوعه ونقدم برامج متنوعه وتبقى معايير هنا النجاح مختلفه. مش ان انا اقدم بس هي البرامج اللي هي بتتكلم في السياسه وتجيب خناقات وتجيب اطراف متنازعه. فاحنا محتاجين يعني مشهد كله بتاع الاعلام عايز فعلا هو جزء ايضا من المشهد العام، عايز اراده يعني حقيقيه في التغيير فعلا. وانا بختم هفتكر حاجه من ما يقرب من سنه كنت بصور برومو الخاص بهذا البرنامج وانا واقفه في الشارع، فسيده كانت ماشيه وما بصتليش، يعني هي بتقول الجمله وهي ماشيه على الله بس في الاخر تقدموا حاجه مفيده. فضلت الجمله دي يعني فضلت الجمله دي طول الوقت تيجي على ودني من 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 حين للاخر، احنا بنقدم حاجه مفيده ومقياس المفيده دي مفيده بالنسبه لمين ومضره بالنسبه لمين؟ لسه ما عنديش اجابه بس يعني بنحاول. ده يديك انطباع ان الناس برضو بدات يعني الناس احنا بنفرض وصايا عليهم ان هم عايزين ده وخلاص، لا الناس يعني في وعي وفي عارفين ايه المفيد وايه غير المفيد يعني ده يعني ما فعشان كده مش عايزين نقول ان احنا بنتكلم ان احنا بنعبر ان الناس كلها عايزه كده، يعني الناس عايزه هذا النمط. لا طبعا شكرا ليك دكتور. ولازم نطور عمليه استطلاع الراي العام دي مهمه جدا، فيها تطوير ليها لانه القياسات اللي بتتعمل ومعظمها بيعتمد على التليفونات وعينه مضلله مضلله، وللاسف الجميع بينساق وراها والمعلنين يعني بما فيها القياسات بتاعت نسب المشاهده اللي بتتعمل بطريقه بدائيه جدا يعني تضحك في العالم المتقدم النهارده، ومع ذلك الناس كلها بتنساق وراها ومعلنين غلابه بينساقوا وراها وهم مش فاهمين ولا عارفين دي بتتعمل ازاي ولا ايه الطريقه اللي بتتعمل بيها ولا ايه مدى الصحه ولا تعبيرها عن الـ عن الـ عن الـ عن الواقع. حاجه زي ما قلت في اختلالات هيكليه في المساله كلها بما فيها دي هيكليه كبيره. بشكر حضرتك الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس مجله السياسه الدوليه نورتنا يا فندم، والدكتوره هويده مصطفى استاذ الاعلام بكليه الاعلام جامعه القاهره. وبعد الفاصل عندنا حوار خاص اعتقد انه يحمل قدرا عاليا من فكره الكلام الثاني. احد الاصدقاء في العيد كلمني قال لي ايه احسن خبر سمعتيه
في العيد ترددت شوية، قال لي أنا أحسن خبر سمعته هو الإفراج عن عدد من الشباب اللي كانوا في السجون، هذه نقطة تحول حقيقية، التجربة تستحق التوقف. بالتأكيد لديهم مرحلة أخرى تحمل كلام تاني، وإن كانت التجربة أيضا تحمل قدرا عاليا من المعاناة. بعد الفاصل كلام تاني. زي ما قلت لحضراتكم، من الأنباء السعيدة اللي ناس كتيرة جدا حست بسعادة منها كان القرار الخاص بالإفراج عن 100 شاب بمناسبة أحداث أو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكانت العناوين الرئيسية في الصحف والمواقع الإخبارية هدية الرئيس السيسي للشباب في عيد الأضحى هو الإفراج عن عدد منهم واللي كانوا موجودين في السجون نتيجة صدور أحكام نهائية، وبالتالي كان من حق الرئيس إصدار قرار العفو. البعض يرى أن قرار العفو جاء متأخرا، والبعض الآخر يقول المهم أنه جاء. أرحب بضيوفي الأعزاء الأستاذ محمود يحيى، أهلا وسهلا، والأستاذ محمد ثاني، أهلا وسهلا. حضراتكم من الشباب اللي شمالهم قرار العفو الخاص بالمئة شاب. تمام. حضراتكم كنتوا محبوسين أو صدرت بكم أحكام في قضية أحداث مجلس الشورى اللي هي التظاهرات، التي القضية الشهيرة بالتظاهرات اللي تم فيها خرق قانون التظاهر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وانتوا في السجون او في السجن كنتوا بدا التمهيد ليكم ان القرار العفو سيصدر قريبا، ولا كان مفاجاه العيد؟ هو احنا زي ما دخلنا او تم احتجازنا بطريقه مفاجاه، تم الافراج عنا برضو بطريقه مفاجاه وسريعه. يعني انا واحد من الناس عارف قبلها بساعه تقريبا، ويلا حضر حاجتك عشان طالع، فكانت مفاجاه والحمد لله مفاجاه سعيده يعني. استاذ محمد، يعني هو بداية كويسة موضوع قرار العفو دوت، بداية كويسة كإصلاح سياسي تمام، بس كنت متوقع ان ممكن يحصل حاجة، مش شرط القضية بتاعتنا، بس كنت متوقع سياسيا على المستوى السياسي كنت متوقع ان هيبقى في حاجة عفو قريب، سواء دلوقتي او في 6 اكتوبر. لان على فكرة في قرارات يعني عدد اخر من بصي هو بص عنهم في ذكرى الله أكتوبر. الله اعلم، هو موضوع العفو ده يعني الله اعلم بقاله سنة في وعود بعفو وفي وعود بإفراج عن الشباب والكلام ده كله، ف الكلام ده كله، بس على المستوى السياسي كنت متوقع ان في عفو الفتره ديت، سواء دلوقتي او في 6 اكتوبر، لان دي هي دي الفرصه الوحيده اللي يقدر يكسب بيها بونت. هو بيلعب سياسه يعني مبدئيا تمام، يعني انتخابات مجلس الشعب، عايز يهدي الدنيا قبليها. الحاجه الثانيه طبعا موضوع دخله عيد وكده والكلام ده كله، فهيفرح ناس كتير قوي من اهالينا والكلام ده كله، هي فرحتنا برضو بفرحه اهالينا وفرحه الناس بخروجنا. صحيح. كانت اكبر من فرحه العفو. طيب أستاذ محمود، ممكن تكلمني عن نفسك شوية؟ الناس عايزة تعرف محمود يحيى، الناس تعرف محمود يحيى، أو يعني ربما يعني الاسم برضو يكون للإعلام، لكن الناس اللي في الشارع بتسأل محمود يحيى اللي اتسجن في أحداث مجلس الشورى نتيجة اتهامه بخرق قانون التظاهر، محمود خلفيته إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني مستقل، شاركت في ثورة 25 يناير مستقل، في كل الأحداث شاركت فيها، وأنا مشاركتي فيها كانت دفع الظلم عن البلد والمحاربة الفساد، دي كانت ده كان هدفي. 25 يناير. حضرتك كلية إيه يا أستاذ محمود؟ أنا خريج كلية تجارة 2009، وواخد إعفاء من الجيش. إعفاء دفعات يعني ولا انت؟ لا، انا قدمت ورقي واخدت تأجيل 3 سنين، وبعد كده اخدت الشهادة. بدون اي. بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مدير مبيعات في شركة اجهزة طبية. اشتغلت في مجال التجهيزات الطبية فترة طويلة جدا، وكنت شغال وبنزل اشارك في العمل الثوري او العمل الاجتماعي، لان كنت شايف بعد 25 يناير ان واجب وطني على اي شاب من جيلنا، جيل الثمانينات، ان هو يدلي بصوته. انت عندك كام سنه؟ انا 29 سنه. 29 سنه. ان هو يدلي بصوته ويكون مشارك في الحياه الاجتماعيه والسياسيه في البلد، لان طبعا الشباب هو الامل،
واحنا قوة دفع كبيرة جدا للبلد، وخصوصا ان احنا الجيل بتاعنا نسبة كبيرة جدا حوالي 60% شباب، وديت طفرة بتحصل كل 100 سنة. فلا بد من استغلال هذه القوة البشرية والتعامل معها بصورة مثالية، وعدم التوجه بيها للدماء وان هي تبقى طاقة هدامة للبلد، يعني ان ده طبعا خطر جدا. مبدئيا طبعا احنا انا نسيت اعيد على الناس، اولا كل سنة والشعب المصري كله حضرتك بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وكل سنة واخواتي الطلبة طيبين بمناسبة العام الدراسي، وكل سنة ومصر كلها والأمة العربية بخير بمناسبة شهر أكتوبر وانتصارات أكتوبر المجيدة، 42 سنة من النصر، ويا رب دايما نكون منتصرين في كل حروبنا سواء على الإرهاب أو على الفساد، لأن زي ما الإرهاب هو إرهاب أسود فالفساد بيدمر مصر من الداخل، ولازم نواجهه ونحاربه عشان البلد دي تقوم. أنا محمود هسألك سؤال شخصي شوي، في عدد كبير جدا من الشباب بيطلق لحيته، يعني ملهاش علاقة يعني كان زمان الطيارات الدينية تعرف شاب أو تعرف حد ديني لما يطلق لحيته، دلوقتي طلع موضة أصلا. طلع موضة، فأنتوا عاملينها من باب الموضة ولا ما طلعتوا من السجن ما كانش في وقت؟ لا لا هي موضة موضة، أنا رحت الحلاق عشان أحلق مثلا، قال لي الموضه ان انت تشيل النص ده، انا كنت سيب النص الثاني، قلت له اعمل ايش يعني. فقلت تشتغل على المود. طيب ادينا فكره شويه يا استاذ محمد عن حضرتك. بص مش جاي اتكلم، معلش انا اسف مش جاي اتكلم عن نفسي، يعني انا مفيد قوي يعني ان احنا نعرف خلف تمام. هقول باختصار، ما هو تمام، مش يعني مش عايز ادي اهميه لينا احنا، يعني انا جاي عشان اوصل رساله معينه محمل بيها امانه للناس اللي جوه، يعني لسه في ناس كتير قوي محبوسه. اختصارا محمد سامي شغال في مجال التسويق والمبيعات في شركه، مش هقول اسمها، شركه كبيره يعني مجال الاتصالات، بقى لي 7 سنين ونص شغال فيها، متخرج 2007 كليه التجاره بس خلاص. تمام. ايه الرساله بقى اللي انت الرساله؟ تمام، يعني ده الهدف، ده السبب ان انا جيت، يعني المعتقلين، مش محمد سامي ولا محمود ولا قضيه الشورى ولا قضيه الاتحاديه ولا الجزيره ولا الناس اللي خرجت دول بس، الحمد لله ان احنا خرجنا، لا في جوه ناس تانية كتير قوي، في مئات المعتقلين محدش يعرف عنهم حاجه، في قضايا مش مسمعه زي قضيتنا، احنا الحمد لله حظنا جه كويس ان قضيتنا سمعت في الاعلام، خلى لما يجي يحصل قضيه احداث مجلس الشورى، الحمد لله ان هي سمعت عشان كده خرجنا، بس في ناس جوه كتير قوي من سن 17 سنه لسن حوالي يعني 25 سنه، مش مبالغه، مئات ويكاد يكون الالاف محبوسين على ذمه قضايا غريبه، يعني بوست على الفيسبوك في اللي اتمسك في ده حبس احتياطي؟ كله حبس احتياطي. تمام. في اللي محبوس عشان لابس سكارف، في اللي فتشوه عند الجامعه لقوا معاه نبله، تمام، اللي لقوا معاه نبله ده متهم بسكوت. هتلاقي بعض المصطلحات القانونيه هنا لا يعني 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 ده في اشتباه، لا يعني بس بس ما يقعدش بالسنتين، لا حبس الاحتياطي يا شباب، ده هي فكره كلها في من سن 17 سنه لسن 23 سنه، يعني حرام، يعني بتقعد بالسنتين حرام، يعني في محمود محمد تمام محبوس من 25/2014 لحد دلوقتي سنه ونص، اكتر من سنه ونص طبعا، لا اكتر من 25 22 شهر بالظبط. تمام، محبوس عشان كان ماشي في الشارع ولابس سكارف. تمام، معلش انا اقول بعض الاسامي. تمام، في اسماعيل الموجي من المنصوره، تمام، ده برده نفس الحكايه، ممسوك من 25/2014 اتقبض عليه قاعد في كافيه تاخد، يعني برده زي ما انت قلت اشتباه، اتحكم عليه ب 10 سنين وبقى له 3 بقى له دلوقتي برضه داخل في سنتين، 10 سنين ليه انا مش عارف لحد دلوقتي. في بلبيسي محبوس من ايام الاخوان من شهر 4/2013، كانت القضيه ساعتها ان هو بيحاول يعني القضيه وقت الاخوان، تمام، حرق مقر الاخوان وحاجات غريبه كده، بقى له واخد 5 سنين ولسه محبوس. في عم مؤمن المفروض ان هو اسمه جاي في العفو اللي احنا خرجنا بيه، بس الداخليه بتقول ان هو عليه قضيه 3 شهور فلازم نقعده، برده مش معروف قضيه ايه، ان هو راجل اصلا ما عرفش حاجه عن القضيه دهيت. في صحفيين زي شوكان وفي يوسف شعبان، تمام، في الالتراس، جمهور الالتراس كان معانا جوه وتعاملنا معاهم شباب زي الفل، شباب يعني افتخر ان انا اتعرفت عليهم، في سيد المشاغب، في بحر، في ايمن، في مجموعه كبيره جدا، يعني شباب صغير 18 سنه و19 متهمين ان هم عملوا الدفاع الجوي بشرط ان هم متاخدين من بيوتهم،
تمام. في لؤي، في ماهي نور المصري، في احمد دومه، في بقى. طبعا حضرتك عارف ان احنا كلنا كمواطنين في شعار دايما نحترمه، وهو استقلال السلطه القضائيه واحترام احكام نتمنى القضاء. نتمنى يعني نتمنى نتمنى مبدا لا نختلف عليه. نتمنى يعني نتمنى هو طبعا في الاول وفي الاخر القاضي بيحكم بالورق اللي عملت اللي عملت الداخليه اللي يعني في الاول وفي الاخر بما لديه من اوراق من اوراق هو بيحكم بالورق اللي عملت بالتحقيقات اللي عملها الداخليه يعني التحقيقات تقوم بها النيابة العامة، والنائب العام هو النائب العام المعبر عن كافة جموع المصريين، هو ملاذك النائب العام والنيابة العام. لا اريد ان القنك كلام مقصود انا بقول هي وجهات نظر طبعا لا انا بتكلم في القواعد العامة، بس عايز اكمل بقى في تجاوز للقواعد العامة ولا لا؟ عايز اكمل باقي الاسامي تمام. في القضية بتاعتنا قضية مجلس الشورى تمام. في موكا وكوجي واخدين برضه نفس الحكم 3 سنين وموجودين دلوقتي في وادي النطرون وما خرجوش. في بره يعني ناس بره محكوم عليهم غيابي، وائل متولي واحمد العطار وحاتم شوقي. يعني دول مصيرهم ايه؟ دول مثلا يروحوا يعملوا عدة الاجراءات مثلا، هيروحوا ياخدوا حكم زينا 3 سنين وهيفضلوا محبوسين، ما هو برده حياتهم كده بايظه. في بقى 2 معانا في القضيه، علاء فتاح تمام واحمد عبد الرحمن تمام. طبعا علاء فتاح مش هتكلم عنه لان هو يعني معروف اعلاميا للناس وناس كتير عارفه علاء فتاح. هتكلم الجزء اللي يخص احمد عبد الرحمن. احمد عبد الرحمن شاب من اسوان جاي القاهره، شغال موظف امن، قاعد في عابدين بيشتغل ب 500 جنيه في الشهر، ملوش دعوه باي حاجه، معدي من شارع مجلس الشورى. يعني احنا دايما بنهزر معاه بنقول له انت اللي حبستنا، هو بيقول انت اللي حبستوني. كان معدي من شارع مجلس الشورى رايح شغله، شايل الشنطه بتاعته معاه حاجته الشخصيه، معاه غيار، معاه طبق شوكه، سكينه، معلقه، ليفه وصابونه، شبشب، حاجته الشخصيه اللي هو بيستخدمها هناك كموظف امني يعني عشان بيبات. احمد كان معدي الشارع، كان في المظاهره، طبعا الداخليه كالعاده بتفض المظاهره وبتضرب في البنات وبتسحل في البنات، هو ما يعرفش بقى ايه اللي شغال، ايه اللي داير تمام. شايف ناس لابسه مدني وبتضرب في بعض، فلقى المخبرين بتوع المباحث بيضربوا في البنات، فبيقول له ده حرام عليك دول بنات. طبعا احمد خد الضرب مكانهم. احمد اتظلم مرتين تمام. احمد لما اتقبض عليه طبعا لقوا الحاجات الشخصيه وقال في التحقيقات النيابه دي حاجته الشخصيه والكلام ده كله، اعتبروا الحرز السكينه اللي هي كانت معاه اللي هي استخدام شخصي اللي هي يعتبر مصل ده حد تمام، اعتبروها حرز. اتظلم مرتين، اول مره لما اتحكم عليه 5 سنين وهو اصلا ملوش دعوه ولا بمظاهره ولا اي حاجه، اتظلم في المره الثانيه لما احنا خدنا عفو وهو ما خدش. احمد عبد الرحمن نفسي اقول للراي العام يعني للناس، مظلوم في السجن. بص 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 يا استاذ، اصعب موقف دايماً علينا دايماً. الحبسه كلها كوم. لا لا بص يا محمد، معلش انا اسف، كل حاجه آسف. الحبسه كلها كوم، واني تطلعي وتسيبي حد جوه نفس القضيه. والله العظيم انا كنت لسه دخلت الكلام على لساني. انا مقدره جدا الشعور اللي مسيطر على الاستاذ محمد دلوقتي، لانك لما بتبقى بره بتقول انا سبتهم جوه، فبيبقى في انا حاسه جدا. بصي مهما اتكلمنا عن الحياه جوه عن الكلام ده كله، بس عايز اكمل الجمله. في كل حاجه يا محمد، ياما في الحبس مظالم. يعني في ناس زي ما انت قلت، زي محمد عبد الرحمن، انت بتقولي الجمله بتقوليها ياما يعني فين وفين تمام. لا ياما يعني كتير. لا ياما بتفيد الكل. ياما في الحبس مظالم، يعني ممكن يبقى في مظالم تمام. بس الشعار بتاع المرحله دلوقتي الحبس، يعني مش عايز اقول كله مظالم، بس فعلا الحبس مظالم. ناس كتير قوي مظلومه جوه تمام. قانون التظاهر احنا اصلا يعني القضيه اتسوقت، انا اسف انا خدت وقت اكبر، بس القضيه بتاعتنا اتسوقت ان احنا نازلين ضد قانون التظاهر. والله ما كنا نازلين ضد قانون، مع ان احنا ضده اصلا. بس المظاهره دهيت معموله عشان في ماده في الدستور كنا رافضينها ساعتها، كان التصويت على الدستور. في ماده في الدستور كنا رافضينها، اتفقنا مع لجنه ال 50 ان احنا هننزل نعمل وقفه قدام مجلس الشورى، الناس عندهم خلفيه تمام. واقفه كنا واقفين على الرصيف منتهى الشياكه، ماسكين اللفه بتاعتنا، مفيش اي مشكله خالص. حظنا ان قانون التظاهر نزل في اليوم اللي قبليه، يعني الوقفه متحدده من يوم 20/11، قانون التظاهر نزل 25/11. حظنا ان ايه، الداخليه عايزه تطبق القانون عشان تبان ان هو القانون يتطبق على اي حد، اخوان او تيار مدني، ان هي بتنفذ القانون. على شرط بعد حوالي سنتين من اصدار قانون التظاهر، او سنه او سنتين او سنتين، حصل احتجاج من امناء الشرطه تمام في الشرقيه، وقفلوا مديريه الامن واعتصموا واضربوا عن الشغل وعملوا وسووا، ويعني حاجات مفروض اصلا ما تتعملش عادي جدا، وتفاوضوا معاهم ولا كان حصل حاجه تمام. امبارح حصل وقفه للي هم بتوع الماجستير، حمله الماجستير
حمله الماجستير دي في البلاد اللي بره اللي واخد ماجستير دوت بيتحط تحت يعني مايكروسكوب اللي هو دوت اساس البلد، اساس البحث العلمي، تمام، اساس التقدم. الداخليه اللي هي اصلا ما بتطبقش قانون التظاهر على نفسها، تنزل تفض الوقفه وتضرب وتسحل فيهم نفس النظام، يعني نفس الحكايه هي هي. انت شفت ده؟ شفت الفيديو. شفت الفيديو نازل على اليوتيوب، شفت الفيديو. طيب بس عايزه بس نتكلم في بعض الامور اللي ربما تمثل مفاتيح للحل. بعد 25 يناير وزي ما حضرتك قلت كان في شباب خارج مؤمن بفكره العمل العام، مؤمن بفكره ان مصر لازم تبقى افضل، مؤمن بفكره ان احنا لازم نقاوم الفساد، شباب عنده طموح لانه شاف عالم اخر بيتطور واحنا واقفين زي ما احنا. الاختلاف هنا حول اليه التغيير. يعني نزلنا الميادين، عملنا ثورات، احتجينا، يعني اعترضنا. الناس بعد، وانا بتكلم هنا عن الناس بقى، ماليش دعوه بالنظام، النظام ده هنتكلم عليه في جزء تاني، بتكلم عن الناس. الناس تقول لك خلاص احنا عملنا كل حاجه، تعالوا نبني بقى. فكلمه نبني دي البعض بيرى ان الشباب مش مستوعبها، الشباب ما زال يرى ان اليه التغيير الوحيده هي الاحتجاج. رغم ان هناك اليات حتى بمفهوم العلم موجوده، انك تشارك سياسيا في عمل عام، انك تشارك في مجتمع مدني، انك تشارك في احزاب. والحقيقه ان مهمه الدوله ان توفر هذه القنوات، ده كلام في غايه الاهميه. هل حضرتك استاذ محمد مؤمن بهذه المساله ولا شايف طريق تاني؟ لا طبعا انا مقتنع جدا بالكلام اللي حضرتك قلتيه، وخصوصا ان وسائل التعبير عن الراي السلميه دي حاجه مشروعه في كل دساتير العالم، لا يختلف عليها اتنين. فهنا انتوا هنا في دريم طبقتوا اول مفهوم اللي هو عدم توجيه الراي العام بالاستقطاب والمبدا التخوين والكلام ده، بدليل ان احنا لا في انا اسف انت قلت دريم، لا هي ممكن يكون البرنامج ده عمل كده لكن مش دريم، مع احترامي لقناه دريم. تمام، انا بقالي سنه مع حسين لما طلعنا. تمام، انا اسف ان انا بقول كده على الهوا، انا اسف سمعه قناه دريم في النازل، انا اسف ان انا بقول كده، ممكن يكون البرنامج ده حر شويه وبيسيبنا نتكلم براحتنا. تمام، بس سمعه قناه دريم في النازل عشان اللي بيعمله الاستاذ وائل الابراشي في البرنامج بتاعه على راسي من فوق. بس انا عايز اقول لك حاجه، على راسي من فوق. لا بس خليني اقول لك حاجه، وهذا ليس دفاعا عن ما اقصدش اكيد 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 اكيد، ولا ما بشككش في وطنيته ولا لا مقصود بالضبط، يعني علينا ان نتذكر. لا استاذ وائل الابراشي قبل مبارك، اسف ايام مبارك كنت بقعد اتفرج على البرنامج بتاعه عشان هو من البرامج اللي بتجيب المشاكل. لا انا عايز اقول لك حاجه، والوحيد اللي اتكلم عن موضوع عبارة السلام. لا خليني اقول لك حاجه كله. بس انا بقى خليني بس اكمل عشان ما تفهميش غلط. بس لا مش بفهمك غلط، خليني اقول لك حاجه. بقى لنا سنه محبوسين. تمام، لما طلعنا ابتدينا نسال الدنيا عامله ايه بره الكلام ده كله، لما قناه دريم كلمتنا عشان نطلع ناس كلها اعترضت، مش عشان خاطر اللي بيحصل في دريم، عشان خاطر الاستاذ وائل بيعمله. فانا حبيت بس اوضح. لا لا بس خليني اقول لك حاجه، البرنامج ده بيسيبنا نتكلم براحتنا. انا مش هدافع عن مسيره الاستاذ وائل المهنيه. تمام، لكن انا هقول موقف واحد فقط كنا نشعر به نحن كزملائه لما وائل الابراشي كان مستهدفا وما زال من الاخوان المسلمين. انا ما اقدرش اشكك في وطنيته. لا 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 خلينا بس يعني صدقني انا مش بقول الكلام ده، انا اعتقد دايما ان تاريخ الانسان لا يحتاج للدفاع. أكيد. يعني كل واحد ليه تاريخه، والناس الذاكره مش ضعيفه. انا بس بتكلم على الفتره الاخيره. لا لا انا بس بتكلم ان انا سمعت على السمع. خلينا اقول لك حاجه، خلينا مؤمنين زي ما انت من حقك انك تقول رايك وتحب الوطن وتمارس أكيد ما تريده بطريقتك، من حق الاستاذ وائل واخرون ايضا ان يمارسوا ما يريدون. بس خليني اقول هنا ان هي في الارضيه اللي احنا لازم نتخلص منها بقى. لو اللي مش زيي ما بيعملش زيي يبقى مش هو. لا انا ما قلتش كده، في فرق ان انت بفكره التنوع. لو جبت لنا ضيف مهما كان خلافنا في الراي، تمام، لو جبت لنا اكتر واحد بيشتمنا في الدنيا بدون ذكر اسامي، يعني ضدنا وبيشتم فينا ويقول علينا مخربين ويقول علينا ممولين والكلام ده كله، على تم الاستعداد انا ومحمود واي حد من المجموعه نقعد معاه ونتحاور معاه واقنعني واقنعك وبمنتهى الهدوء ومنتهى الاحترام. انا بتكلم في حاجه ثانيه خالص، الطريقه اللي بتستخدم في البرنامج. لان لما اتقال لي اتفرجت على حلقتين على اليوتيوب وشفت ان هو بيجيب الضيف. تمام، ما اتفرجش على حلقتين لان لا شيء يجتزا من سياقه. ده انا لحقته، ده الوقت اللي انا لحقته، ده اللي انا لحقته. عامه مش والله لا ادافع عن وائل، مش هنطلع من البرنامج، مش هنطلع بره الموضوع، مش هنطلع بره الموضوع. خلينا في موضوعنا. انت قلت جمله انا بحييك عليها، لا يمكن لاحد ان يشكك في وطنيه احد. لا يمكن لاحد، يعني تخيل ان مش وائل فقط ولكن هناك زملاء اخرين ايضا كانوا مستهدفين، يعني وعندهم اسر وعندهم بيوت، ومع ذلك كان وائل ابراشي ونحن جميعا كزملاء له نعلم كيف كان لا ينام من ليل ساعه. برنامج حضرتك بيتكلم في حاجه واحده ولا بيتكلم عموما في حاجات كتير؟
يعني في كل في كل في كل الانماط. طب خلينا نتجاوز هذه النقطه في كل الأنماط. عشان لا اتولى الدفاع عن انت حسيت الموضوع ده خلف خناق بس لا 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 أت... لا اتولى الدفاع عن احد بس انا بس الامانه والموضوعيه تمام. بص يا محمد وانا عشان الامانه وصلت لك الرساله دي وصلت دريم الرساله دي الكلام اللي بيتقال بره في الشارع والكلام اللي وصل لنا استاذ حضرتك واستاذ زميلي واخويا محمد سامي ان انا اكمل كلامي. اتفضل. قناه دريم عملت المبادره ديت طبعا لازم نشكرهم عليها. هي المبادره دي اللي هي بنبتدي نفتح عيننا الثانيه. احنا طول الوقت بعد 30/6 بنبص بعين واحده او مش قصه 30/6 لما حصل ثوره في البلد وابتدى الانتفاضه الشعبيه والكلام ده برضو الاستقطاب والتخوين وما الى ذلك وقصص بقى اللي هي الكلام عن الطابور الخامس و صحيح زادت وده بفعل الابواق الاعلاميه الموجهه لده. فانا بقول ان وجودنا دلوقتي على شاشه التلفزيون عن طريق اي قناه انا دلوقتي على شاشه دريم فانا بقول بشكرهم ان هم اتاحوا لنا الفرصه ان احنا بعد ما اتحبسنا او بعد ما اتظلمنا ان احنا نطلع ونقول صوتنا للناس. دي نقطه. فلازم ان احنا نفتح عينينا الاثنين لان سبحان الله ربنا خلقنا بعينين اثنين مش بعين واحده. فنبص بعينينا الاثنين وده كلامي للناس كلها مش لفصيل واحد، يا ريت نبص بعينينا الاثنين ونشوف الصوره كامله ما نبصش ما نقفلش عين ونبص بالثانيه. ف ونحاول نتجاوز الاختلافات عشان احنا في وضع حرج ولازم نتجمع ولازم نبقى يعني بنحط مصلحة مصر فوق كل حاجة. دي نقطة. اللي حصل في وقفة عيد الأضحى من خروج عدد 100 شاب كانوا مظلومين وهم فعلا مظلومين هو حاجة يعني اتأخرت كتير والتأخير في العدل ظلم. يعني احنا وقع علينا ظلم واتأذينا كتير جدا في المده اللي احنا اتحبسنا فيها. ده لازم كل العالم يعرف ده مش في مصر بس. وانا بقولها بصريح العباره احنا اتأذينا. وكنت اتمنى ان الناس اللي في الحكم لا تسمح بوجود ظلم لان احنا لما خرجنا في 25 يناير كنا خارجين على الظلم. فبس الحمد لله ان ده حصل يعني المبادره دي حصلت جت متأخره شويه بس حصلت. ونأكد على ان في مظلومين لسه جوه الزنازين. يعني الزنازين بتتقفل ابوابها على مظلومين وده خطر على مصر ايا كان الحاكم ايا كان اللي قاعد على كرسي الرئاسه. احذر الظلم. دي رساله مختصره. طبعا صديقي محمد سامي قال اسماء ناس كتيره مظلومه في اضعافهم بس يعني نأمل ان مراجعات الدولة تتم بصورة سريعة. يعني احنا شباب الإعلاميين قعدوا مع سيادة الرئيس خاصة بالإفراج عن عدد من سنة يعني حرام ان انا اقعد يبقى بالظبط يعني اسم القضية بتاعتنا مثلا تبقى موجودة في مكتب الرئاسة من سنة ونقعد الفترة دي كلها. معلش يعني احنا يعني مش يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني أنا عارف إن أنا عندي مظلومين فلا دول ما ينفعش يفضلوا مظلومين. فأنا واحد زي محمود محمد أحمد شاب عنده 18 سنة متاخد عشان تيشيرت وطن بلا تعذيب حاجة نبيلة جدا. يعني أنا بتكلم على إن مش عايز تعذيب في مصر وشاب عنده 18 سنة 22 شهر حبس احتياطي بينزل يتأجله 15 في 45 في 45 في 45 ما مضاش احالة لحد دلوقتي. وناس كتير. عايز اسألك سؤال مهم جدا. اتفضلي. بعد هذه التجربة زي ما كنا بنتكلم عن الأدوات أشعر أنك أنت الهم العام كشاب مصري يشغلك بشكل كبير جدا. أنت هتمشي في قناة إيه؟ قول لي الطريق اللي أنت ماشي فيه الفترة الجاية. طبعا هو الفترة اللي احنا فيها طبعا كلنا فترة محورية لأن احنا بقالنا 4 سنين في الشارع زائد في أشغالنا ومصالحنا فكان في ضغوط كبيرة علينا. فالفترة اللي جاية يعني احنا بنحاول ان احنا نلم الموضوع شوية بحيث ان احنا ايه بنقدر نكمل حياتنا بصورة طبيعية. طبعا لأن البلد كلها اتقلبت. انت مرتبط يا أستاذ؟ اتقلبت لا انا مش مرتبط. البلد كلها اتقلبت رأسا على عقب فلازم نحط بقى ايه نقطة فاصلة يعني. حضرتك في بداية الكلام قلتي الآليات. فالآليات دي مهمة جدا. دور الأزهر، دور الإعلام،
الشباب، تمكين الشباب، سياده الرئيس بيطلع يقول تمكين الشباب تمكين الشباب. انا كنت بسمع ده وانا مسجون، فكنت بشد في شعري، تمكين الشباب ده طبعا انا محبوس، وكتير جدا من الشباب محبوسين. الشفافيه والمصارحه والمصداقيه، لان الـ 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 الازمات السطحيه وخطاب الكراهيه ده بتأجج روح اللي روح العنف والكلام ده، خطر على البلد، فلازم نوقف الخطاب ده. يعني مثلا بالنسبه للشفافيه، وان انا ما بقولش الصراحه للناس وبعد كده برجع اعتقلهم لان هم بيقولوا ارقام، وبدي فرصه ومساحه لبعض التيارات اللي هي رافضه مثلا السياسه الحاكمه، اعداد المعتقلين مثلا. يعني عندي الاخوان بيقولوا او التيار الاسلامي بيقول 40,000 معتقل، تمام؟ عندنا الدوله مش او النيابه العامه او القضاء مش مطلع بيانات بالناس اللي في السجون، وده سهل جدا. يعني انا واحد كنت مثلا في عنبر 4 في مثلا 500 واحد، معروف اسمائهم، معروف مين سياسي ومعروف مين جنائي، اكيد في السجن كله طرى تحقيق سجن القاهره معروف مين محسوب سياسي ومين جنائي، اكيد في كل في استقبال في استئناف في اللومان في كل في الوادي نطرون في كل حته معروف مين سياسي ومين جنائي، فاعرف اقول يا جماعه لا انا عندي 1000 عندي 2 عندي 3 عندي 10. ما اديش بقى فرصه للناس اللي عماله لا 40,000 100,000 معتقل بنات معتقله مش عارف. طب ما اطلع انا كدوله اقول انا لا عندي ناس محبوسه على ذمه قضايا وشايلين سلاح ومتوجلهم طقم 1 2 3 عدد كذا، تمام؟ ده عشان اصرح الراي العام، ما بخليش الوضع يبقى وقد تستغل اطراف اخرى زي ما انت قلت في التيار الاسلامي. دي حاجه خطيره جدا. زائد عايزك تقول لي حاجه، لما خرجت وروحت البيت والدك والدتك موجودين؟ انا والدي كان محبوس معايا، كان محبوس معايا. والدي دكتور يحيى عبد الشافي محبوس معايا في القضيه، في نفس القضيه متوجه له نفس التهم واخد نفس الحكم. خرجنا الحمد لله احنا الاثنين. فوالدتي طبعا والدتي واخواتي كانت في قمه الفرح، واحب اوجه لها شكر يعني. واحنا كمان نوجه لها تحيه كبيره، لان لما بيكون الابن كمان مش الزوج بتبقى حته من قلب الام كده بتعزم. الحمد لله. لما دخلت اوضتك بقى في البيت ورجعت كده، كيف كانت طبيعه الحسابات يا استاذ محمد؟ يعني هو انا دايما كنت بدعي يا رب احفظ مصر من كل سوء، وان احنا يعني بنبص حوالينا طبعا ونشوف اللي حاصل، فلازم لازم لازم يبقى في حكمه في الموضوع، ولازم سياسه اطفاء الحرايق، وان احنا نعالج الازمات بصوره سريعه وما نستناش ان الازمه تكبر، الازمه الصغيره تكبر وتاخد مساحه من الراي العام، ولازم كل واحد قاعد على كرسي يعرف ان الشعب المصري اصبح اكثر وعيا ونضج. يعني الناس بعد 25 يناير وفي 30/6 بقى الناس بتمشي بالاهرام والاخبار والجمهوريه، وبتمشي بالجرايد زي الشروق والمصري اليوم والتحرير وما الى ذلك. فالناس دلوقتي بقت بتشوف قناه الاولى والثانيه في تلفزيون الدوله، وبتشوف قنوات كتيره جدا، فالناس ابتدت تطلع على الأخبار الدولية والصحافة وتقرا. قسوة التجربة، لأن السجن هو سجن صحيح، ولا يشعر بمعاناة ولو في قصر، هو سجن هو سجن، وطعم الحرية حلو قوي. يعني أنا يعني عارفة أن كنت عشت هذه المعاناة، ده يخليك تفكر يعني مثلا لو محمد كلمك قال لك بص بقى احنا هننزل، لا محمد محرض اصلي هننزل وهنعمل، وما تقوليش بقى خرق قانون التظاهر واتحبسنا في احداث الشورى، هل هترد عليه تقول له علينا ان نتحلى بالحكمه ونبحث كشباب عن ادوات حقيقيه للتعبير عن ارائنا، لا تجعلنا عرضه لتجربه سابقه؟ يعني المؤمن لا يدرك من جحره مرتين، يعني مش عاجبك؟ بص انا خلص والله، انا هقول لحضرتك بس خلص انت ما تاخديش عني فكره ان هو محمد ثاني يعني اخويا الكبير، رغم ان احنا في سن واحد ودايما بحب اسمع اراءه، ولكن انا واحد برضو كنت قبل ما اتحبس، ويمكن ايام الاخوان في عز ما كان محمد مرسي بيحكم، انا ما انتخبتوش مبدئيا، وما انتخبتش برضو السيد عبد الفتاح السيسي، ما انتخبتوش يعني كنت مقاطع، ده كانت وجهه نظر شخصيه، الا اني كنت في اداه بوصل بيها صوتي للناس، بوصل بيها صوتي للسلطه، هي عن طريق عجله شخصيه بحط عليها رسائل. العجله بتاعتي اسمها فريده، انا اللي هي فريده من نوعها لان هي عجله،
عاديه زي اي عجل موجود. عجله دراجه يعني؟ دراجه هوائيه عاديه. العجله بتاعته بالظبط. بتحط عليها رسائل؟ بحط عليها رسائل يعني. منشورات بتحطها عليها؟ على تحط منشور العجله دي. بس الصوره العجله فين يعني. نعم العجله موجوده. طيب اخبار جهزت منشورات هتلصقها بالعجله؟ خد العجله وقعد ينزل يلف بقى وسط البلد والزمالك وقعد يلف بالعجله كانت وحشه. بص انا هقول لحضرتك حاجه. هي العجله كانت يعني زي ما كنت بحط عليها رسائل اجتماعيه، رسائل ما بحبش كلمه سياسيه، رسائل ثوريه او توعويه للناس. فانا حطيت عليها رسائل اجتماعيه عن النظافه، عن التحرش. يعني انا ضد الناس ترمي مثلا حاجه من عربياتها، ضد مثلا ظاهره التحرش دي، ظاهره خطيره جدا. ان احنا ايه المرور نلتزم الحارات والكلام ده. فيعني كنت بحاول اصلح اجتماعيا بعض العادات. هتستخدم العجله برضو وتعمل نفس؟ هستخدم العجله. وكنت قبل ما اتحبس بحاول اقول ان انا نفسي مصر توصل لمرحله ان انا احط عن اقتناع يافطه على العجله كاتب فيها شكرا سيد الرئيس. انا مش عايز اكتر من كده يعني. انا كمواطن مصري، شاب مصري، هستفيد ايه لما انزل اتظاهر واعترض؟ و ما هو يعني الدوله او النظام لو عالج الازمات والمشاكل، المواطن المصري هيعترض على ايه؟ مش هيعترض على حاجه. فانا دلوقتي نفسي اقول شكرا سيد الرئيس، شكرا حكومه مصر. بس دي هقولها امتى؟ لما بلاقي نيه صادقه للتصحيح، بلاقي سياسه فعلا بتقوم بالبلد، بتنهض بيها. انما الوضع الحالي ما. طيب هسال استاذ محمد، هل يمكن تجاوز مراره وقسوه هذه التجربه، ولا نظروا زي ما انتم عايزين؟ ما انتم ما شفتوش، احنا اللي شفنا وعشنا. لا مفيش الكلام ده. احنا اول من احنا خارجين من باب السجن عمالين نرقص وبنرقص الناس وبتاع، ونسينا كل حاجه. نسيت خلاص من اول ما خرجنا. عايشين حياتنا عادي جدا الطبيعيه، وعلى القهوه بنروح وبنيجي وبنخرج، مفيش اي حاجه. عادي جدا. بص احنا من اول يوم دخلنا فيه تمام. احنا كان حبستنا كانت صعبه شويه، اي نعم الحمد لله رب العالمين غيرنا يعني احسن من غيرنا كتير، بس كانت صعبه شويه لان احنا كان مخلي سابلنا ورحنا حضرنا بنحضر من الخارج. ففجاه اتحفظوا علينا يوم في شهر 10 زي الايام اللي احنا فيها دي. برضو خدونا في عربيه ترحيلات، واحنا في عربيه ترحيلات قلنا الحمد لله ان احنا مع بعض. بس اول ما دخلنا باب السجن عملوا حاجه غريبه جدا. بعد ما غيروا لنا هدومنا ولبسنا الابيض وحلقوا لنا وحافيين وبتاع الكلام ده كله، وزعونا كلنا كل واحد في زنزانه مع 35 جنيه تمام. فعارفه زي ما بقول لك من الدار للنار، يعني كانك يعني كنت في الجنه وفجاه لقيت نفسك في النار. فكانت الازمه صعبه شويه. دخلنا على الجنائيين، كل واحد دخل مع الجنائي. طبعا اول فتره كانت صعبه جدا علينا، انت بتنامي مفتحه عين مغمضه عين من اللي انت بتشوفيه في الافلام والتمثيليات واللي بتسمعيه عن الجنائيين دول اللي هم بياكلوا بعض والكلام ده كله. لكن الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، من اصغر واحد فينا سنا لاكبر واحد فينا عرف يتعامل، عرف يتاقلم. الجنائيين حبونا جدا، اسامينا كلنا سمعت في العنابر. عملنا خطوات ايجابيه جوه، قررنا كلنا لما كنا بنتجمع مثلا رايحين جلسه او حاجه، قررنا ان احنا نحول المحنه اللي احنا فيها لمنحه. قلنا نستغل الوقت اللي احنا فيه ان احنا نبقى ايجابيين، سواء ربنا كرمنا خرجنا السنه دي عفوا، او ربنا كرمنا خرجنا السنه الجايه مثلا في النقط، او حتى لو خرجنا بعد 3 سنين بعد المده كلها، هنخرج زي ما احنا مش مكسورين، بالعكس هنخرج الطاقه ايجابيه، هنخرج بنضحك للناس، بنرقص، بنعمل كل حاجه زي ما كنا بنعمل بالظبط. لدرجه ان احنا يعني فتحنا فصول اميه، ده حقيقي مش فصول يعني، عملنا زي درس كل يوم كل واحد في اوضته للجنائيين اللي ما بيعرفوش يقراوا ويكتبوا. يعني عملنا حاجات كتير الحمد لله رب. مش يعني فرحنا يعني فرحنا ان احنا قدرنا نعمل حاجه في عز يعني الجو الصعب اللي احنا فيه، في عز القسوه، في عز يعني عملنا يا استاذ محمد. متزوج وعندك؟ لا لا لا، لسه يعني الثوره يمكن خدتني شويه عن الموضوع ده، بس خلاص يعني القعده جوه بتخليك تفكري في حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات يعني على قد الحبس، على قد ما هي صعبه، على قد ما هي كانت مفيده للواحد. الواحد راجع نفسه في حاجات كتير في حياته الشخصيه. الواحد يمكن يتثقف اكتر، كان بقاله فتره بعيد عن القرايه الكلام ده كله. قررنا كلنا ان احنا نبتدي نقرا الكلام ده كله. كنا بنقرب من بعض بالهزار بالضحك، بان احنا نقعد نقاشات، نقوم كل يوم مثلا واحد يمثل ويعمل لنا سكتشات مثلا اي حاجه. عيد ميلاد حد مننا مثلا، نقوم حد الصبح في الترايو دي يروح الكافيتيريا يجيب اللي هي التودو والحاجات ديت، ونعمل تورتات بالحاجات ديت. كنا بنحاول نكسر الحبسه، بنحاول
باللغه بتاعت السجن اسمها بنكسر الحبسه، عشان بس ما تستغربيش اللغه، بنحاول نكسرها بحاجات بنعملها ايجابيه تخلينا ايجابيين. والاخر الناس الحمد لله كانت استغربت يعني، واحنا خارجين ايه ده ما شاء الله عليكم يعني، انتوا كلهم بيقولوا لنا كده ما شاء الله عليكم. انا مشهور بكرشي يعني ماشي، الناس ده كانت مستغربه اني يعني مستغربه مش... الحمد لله انا خارج زي ما انا بصحتي يعني. فبيقولوا لنا ايه يا عم انت كنت اكل فين علامات التعذيب وخسسان لا انا كنت يعني كلنا كنا الحمد لله مهتمين بصحتنا الكلام ده كله، ان احنا عاوزين وقت ما نطلع للناس تمام، مش اللي هو مثلا يشوفونا التعبانين وخسين ومش عارف ايه والكلام ده كله يا لهوي ويقعدوا يعيطوا، لا احنا عايزينهم يشوفونا يبقوا فرحانين بينا فاهم، ينسوا بقى هم زي ما احنا قررنا ننسى الفتره اللي احنا اتسجناها، طبعا مش هننساها لا هننسى الحاجات الوحشه اللي فيها تمام، عايزينهم هم كمان ينسوها بس عشان كده كنا مهتمين. ايه الكلام الثاني اللي في حياتك الفتره الجايه؟ اظن الكلام الثاني اللي في حياتي ههتم باهلي تمام، تعبوا معايا قوي 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 قوي، يمكن اصعب موقف بالنسبه لي طبعا الحبسه كلها كوم بالزيارات، يوم الزياره دوت يوم الزياره ده لوحده قبل بقعد قبلها 3 ايام اجهز نفسي بقى نفسيا، وان انا انزل ارقص لهم وان انا انزل اضحكهم. مامتك وباباك؟ مامتي وبابايا واخويا ادم تعب معايا جدا، نه اختي باولادها في ناس اصدقاء ليا بعض الاصدقاء قريبين مني جدا كانوا بيجوا لي على 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 مراحل يعني، كنت بحاول ادخلهم بيخشوا يعني، كنت لا كنت بنزل و تعبوا معايا. يوم الزياره ده بيبقى يوم صعب جدا من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 1 على، وساعات بخش لهم 3 واقفين بره بيتهانوا في يعني مش عايز اقول بيتهانوا بس بيبهدلوا في التفتيش جامد، واحيانا بعض الضباط بي, 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 بي مش عايز اقول بيقل ادبهم برضه عشان ما حدش يقول انا خرجت على النص، بس بيتعدوا بالكلام عليهم وبيزعقوا ما بيتجاوزوا ما بعرفش احسن الكلام معلش بيتجاوزوا معاهم ما بيفرقوش ما بين الجنائي والسياسي بيتعاملوا خلاص، فتعبوا معايا قوي فانا عايز اعتذر لهم واقول لهم ان انا الفتره اللي جايه مش هقصر ان شاء الله معاكم، تعبتك يا امي جامد، تعبتك يا والدي، تعبتكم كلكم، اصعب حاجه لما خرجت طبعا فرحه الناس والكلام ده كله، بس اصعب حاجه يوم انا يوم الحكم طبعا والدي انهار جدا تمام، ففي صوره شهيره لي انا عرفت بعد كده ان هي الصوره دي كانت اشهر حاجه في السوشيال ميديا في الفتره ديت، صوره لوالدي وهو يعني تعبان يعني، فالصوره دي عرفت قد ايه يعني هم تعبوا اكتر مني يعني، او هم تعبوا اكتر مني بمراحل تمام، فاكيد اكيد اي حاجه بعد كده اي حاجه بعد كده يعني هعمل لها الف حساب، مش عشان اتحبست خالص، عمر الحبس ما يكسر جيل نزل عارف انه ممكن يموت في اي وقت استحاله تمام، بس عشانهم هم تمام. وعلى فكره احنا برضو عشان الصوره اللي واصله للناس خلق لا يعترض ومش عاجبهم اي حد، ولا كان عاجبهم مبارك ولا عاجبهم المجلس العسكري ولا عاجبهم مرسي ولا عاجبهم الدوله الحاليه تمام، لا احنا مش خلقنا لنعترض، احنا جيل يعني عنده حلم، ودي اقسم بالله ما كلامش عرض، نفس الناس تفهم. وعلى فكره يا استاذ محمد ليس عيبا بس. ان تعترض لا في فرق ان انا يعني بعترض لا اقول لك على حاجه يعني ليس عيبا ان تعترض، في فرق ان انا بعترض كيف ستكون اداه الاعتراض، على فكره هي المشكله في الاداه عشان تبقى عارف، مش فكره المشكله في الاداء يعني مش فكره كده، هي فكره الناس خلاص يا انتوا الاعلام مصدر لهم ان مصدر الازعاج في البلد احنا، الاعلام مصدر لهم ان عجله الانتاج اللي مش بتدور بسبب، طب احنا بقى لنا سنه محبوسين يعني احنا ما لناش دعوه باي حاجه بتحصل في الشارع تماما، معلش انا بسال الناس لا هل بس خليني اقول لك حاجه يا محمد، انا لا اختلف عن مساله الاعلام او عدم الاعلام، ما بتولاش هذه الدفاع عن نفسنا دلوقتي، لكن هتلاقي من فتره كده عارف زي نفذ رصيدكم، يعني الناس بتبقى حاسه ان كنتوا استنفذتوا الناس كتير في مظاهرات واحتجاجات وتظاهرات وجمعات، فالناس اللي طبيعي قوي وعلى فكره ليست مواقف شخصيه ضدكم، انا ساعات والدي ووالدتي بيزعقوا لي ما تنزلش كفايه الكلام ده كله حرام عليك الكلام، انا 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 مع الكلام ده كله، بس هي الفكره ان احنا كان عندنا حلم والناس نزلت وفي ناس ماتت كتير مش يعني ده حقيقي، والناس شافته بعينيها والحمد لله فضلنا مكملين لحد ما مبارك اتنحن، محدش كان يتخيل ان مبارك بنظامه بالحزب الوطني حتى لو الحزب الوطني رجع تاني دلوقتي، بس يتخيل ان في 18 يوم تمام كل ده يقع ينهار تمام، اخذهم كلهم اخذ عزيز المقتدر يعني ما كانش حد زي ما انت لو نبي ما كانش يتوقع هذا الامر الحمد لله تمام، كان نفسنا بقى كان نفسنا اللي يجي اللي هو المجلس العسكري اللي هو الفتره، انا بس بوضح للناس ليه احنا فضلنا في الشارع لما كان يجي كان يقعد لا ما هي المراحل واضحه يا محمد، كان يقعد مع الشباب ويتكلم معاهم، بس خليني اقول لك حاجه يا محمد، لا تبنى الدول بالتواجد في الميادين والشوارع، اكيد تبنى الدول بالمؤسسات، واستعابكم واستعاب طموحاتكم واستعاب رؤياكم واستعاب افكاركم، الدوله مسؤوله
عن توجيد قنوات لذلك، أن توجد قنوات لذلك. إذا لم توجد الدولة لحضرتك والأستاذ محمود القناة اللي مش قناة تلفزيونية، القناة الوسيلة اللي طريق. تعبروا فيها عن طريق. أفكاركم وعن طموحاتكم، عليها أن تدفع ثمن هذا. يعني خمس سنين الثورة بقى لها خمس سنين، ما فيش لحد دلوقتي ولا طريق ولا قناة اتفتحت للشباب إن هي تعبر عن رأيها. بالعكس يعني مش عايز أخش في حاجة بعيدة عن الموضوع، بس بالعكس كل اللي بيعترض قمع زي الأول. الحبس طلع رجع، يعني الداخلية حلو ان الداخلية ترجع، انا مبسوط ان الداخلية رجعت. يعني عشان الناس ايه تقول لك ده عايزين يوقعوا الداخلية، لا انا مبسوط ان الداخلية وقعت. اسف وقعت في 28 يناير مبسوط وعادت اصلا، لكن عادت مبسوط ان هي عادت وعادت بقوه عشان الارهاب. من الافكار ما ترجعش على الشباب، ما ترجعش على الشباب. خليني اقول لك حاجه يا محمد، مصممه تقطعيني؟ لا 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 والله ماشي. العظيم بس خليني اقول لك حاجه. اتفضلي. انت وانت قاعد لما تشوف ضابط بتراق دمه دفاعا عن لا. هذا الوطن الدم كله حرام طبعا. لا لا انا هكمل لك بس. هتلاقي النموذج ده في تجاوزات تمام. ودي ما فيهاش كلام تمام. بس ما تخليش بقى الاحكام مطلقه الداخليه استحاله يعني من او هذه الاحكام المطلقه استحالة. يعني اللي بيسمعونا مثلا واهليهم ماتوا ولادهم ماتوا عشان يدافعوا عن هذا الوطن. اللي انا عايز اقوله يا محمد اللي هو قاله محمود، الاثنين عين يبقوا موجودين، عين ترى الايجابيه وعين ترى السلبيه، عين تمام. ترى الإنجاز وعين ترى الإخفاق تمام. فكرة التوازن في الرؤى دي مسألة مهمة تمام. وأعتقد أن هي بتيجي بالنضج، بتيجي بالتجربة بالضبط. أنا كان نفسي أقعد معكم أكتر من كده وأوعدكم، يعني هي هذه ليست مبادرة، ده حقكم، أنتم جزء من هذا الوطن، طموحاتكم وأفكاركم ورؤاكم لازم تكون مطروحة زي ما بنقول على قنوات. من حقكم ان كنتوا تجدوا لنفسكم مساحة في الإعلام تعبروا عن هذه الأفكار، وحتى إن اختلفتم مع السلطة هذا أمر مشروع عشان نوصل نتيجة إيجابية. احنا عايزين المهم أن نقف جميعا على أرضية واحدة وهي مصلحة هذا تمام. الوطن، ولا أحد يعتقد أنه يحتكر المصلحة من وجهة نظره فقط. أنا مع حضرتك جدا في الكلام، وأنا معاك جدا جدا جدا. نورتوني واعدكم ان شاء الله. يعني في كده نقطتين سريعا جدا بالنسبه برضو انا مديري الجديد هيعاقبني لان البرنامج بيخلص الساعه 1 وانا عندي مديري النهارده الجديد هيعاقبني. عارفين اكتر لكل الساده المشاهدين ان احنا مؤخرينهم طبعا ومسهرينهم، بس اعتقد النهارده بكره اجازه يعني ففي نقطه في غايه الاهميه، قصه وضع مصالح المصريين رهن الضغوط الخارجيه. أنا مش عايز أتكلم إن في ضغوط خارجية على خروج الشباب أو على الإفراج عن المظلومين. هو السيد الرئيس زي ما قلنا في بداية الكلام اعترف وقال إن في ناس اتظلمت واتخذت في الرجلين نتيجة للظرف الحالي اللي بتمر بيه البلد، اعتبارات الأمن القومي واعتبارات الأمن ومواجهة الإرهاب وبعض الحسابات بالزبط. الأمنية ولكن اللي بتخلي المعادلة ما بين الأمن والحرية صعبة، ولكن برضو لازم نحط في اعتبارنا ان القرار الوطني والسيادة المصرية الداخلية لازم يتبعها عدة اجراءات، ولازم كل المظلومين يخرجوا، ولازم يتم اعطاء مساحة للشباب لكي يترجم طاقته الايجابية. صح. يعني صح. انا واحد من الناس مقدم من قبل ما اتحبس واثناء الحبس مشاريع كتير، اهمها انشاء شبكة طرق على مستوى الجمهورية للعجل. انا دلوقتي اتحبست سنة وخرجت لقيت العجل، شفت العجله بتاعت الرئيس، العجل انتشر. انا يعني الرئيس عمل سباق للعجل يعني خد افكارك قبل ما تحبس. وكان ساعتها معظم الزملاء والاصدقاء قالوا لي ان هو بيقلدك او ما الى ذلك. انا ما عنديش مشكله، حلوه الفكره لان بيقضي على التلوث، بيوفر بنزين، بيساعد على الرياضه، بيخلي الشاب او المواطن صحي، بيبعده عن طريق تاني ممكن يمشي فيه. انا الاسبوع الجاي هبعت كاميرا عشان اشوف العجله بتاعت محمود هيبقى مكتوب عليها ايه. ولكن نتمنى تامين الناس اللي بتمشي بالعجل، يعني لازم يبقى في شبكه طرق موجوده في البلد. انا وعدك ان في لقاءات تانيه لينا وهتفضلوا موجودين. اشكرك جدا، اشكرك جدا في كل الاماكن، وتحيه كبيره قوي لاسركم وحمد لله على سلامتكم، لاسرتكم الصغيره ولوطنكم الكبير. برضه ما دخلتش عندي فكره ان كل قلقه لا لا المهم طيب ممكن انا تقول ان مشحون شويه مشحون شويه متضايق شويه طبعا طبعا، بس يعني مش كل قلقه طرف المهندس ابراهيم المحلب لما كان يعني كنا محبوسين في عهده في عهد الحكومه، بس انا كنت شايف مثلا المهندس ابراهيم المحلب كشخص مش جاب الحكومه ككل كشخص كان بيحاول تمام.
شهادته دي اعتقد ان هي شهادتك دي اعتقد ان هي يعني بس عشان اعرف الناس الحاجه كويسه تقول عليها كويسه. بغض النظر ان هو محبوس قاعد السيسي بغض النظر عن حاجات كتير، بس لما عمل الاربع سفريات الاخرانيين هو الراجل ده بيحاول، اللي هي بتاعت اندونيسيا والصين والكلام ده كله. اتمنى اشوف نتائج، اتمنى اشوف نتائج، اتمنى يبقى في حسن نوايا فعلا، حسن نوايا فعلا افراج عن الشباب. مش اتمنى انا بتمنى، بس المشكله ان السياسه تمام خرج مجموعه في وقت معين عشان خاطر نكسب بوند، انا مش عايز دي، انا عايز فعلا. طب خلوني بقى ما يشغلنيش بالبرنامج ده عشان تفضلوا تطلعوا معايا، عشان كده الوقت بتاعنا خلص. بشكر استاذ محمود يحيى، نورتيني النهارده والحمد لله على سلامه حضرتك، والاستاذ محمد ثاني الحمد لله على السلامه ونورتيني النهارده. اشوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من كلام تاني مع رشا نبيل. تصبحوا على خير.